السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حسين القاضي في مجموعة اللقاءات بعنوان خريطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. الحقيقة النهاردة اللقاء 13 والأيام بتجري الحمد لله بسعادة وإن شاء الله نتائج كويسة وفائدة لينا جميعا مع بعض إن شاء الله. وإن شاء الله يعني إيه نأمل إن إحنا نوصل الرسالة اللي هي والهدف بتاعنا اللي هو نشر ثقافة إدارة المشروعات. الحقيقة إحنا بدأنا اليوم الأحد الماضي في نفس الميعاد ده كنا بنتكلم على Cost Management for Engineers and its Application for Different Projects. علشان نفتكر احنا من الاول خالص كنا بنتكلم عن ايه، كنا بنقول ان يعني ايه مانجمنت. هنفتكر بقى بسرعه في كلمه بسيط عشان نعرف اهميه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. احنا قلنا مانجمنت عباره عن ايه في ابسط تعريفاته، اللي هو ايه تطبيق ابلكيشن اوف فانكشن اوف مانجمنت، الفور فانكشن اوف مانجمنت اللي هي الايه؟ البلاننج، اورجنايزنج، ليدنج، وكنترول. تخطيط والايه والاورجنايزنج اللي هو ايه التنظيم، والليدنج والقياده، والكنترول اللي هو الاربع فانكشنز، الاربع فانكشنز اوف مانجمنت على ايه؟ على الفور ريسورسز اللي هي الاربع مصادر اللي هو التشغيل يعني الفور ريسورس بتاعت اي مشروع، موارد يعني موارد مش مصادر. الاربع موارد اللي هم الفور ام اللي هم الايه؟ المان باور، ماشينري، ماتيريال، والماني. يبقى احنا كل واحده من دول احنا بناخدها من ايه؟ بنطبق كل على كل واحده من دول الايه؟ الفور فانكشنز اوف مانجمنت. اتكلمنا طبعا عشان الناس ما تزهقش، مش بناخد مثلا المان باور ونتكلم عليها، لا المان باور مواضيع كتير قوي. يعني في علم لوحده اسمه ايه؟ الاورجنايزيشن بيهيفير، ده علم كبير. احنا خدنا كم لقاء اتكلمنا فيه عن الكوميونيكيشنز، عن الميتنجز، عن يعني حاجات كثيره خاصه بالايه؟ بالمان باور. الماشينري برضو احنا يعني ايه بسرعه برضو اتكلمنا على حاجات سريعه يعني على حاجات سريعه، وادي احنا برضو ادي احنا ماشيين مع بعض. النهارده بنتكلم على ايه؟ على الكوست. الكوست ما بقى المره اللي فاتت، والكوست ده من اهم الموضوعات اللي هي في اداره المشروعات. فاحنا بدانا المره اللي فاتت في ايه؟ كوست ماي فور انجينيرز اند ابلكيشن فور ديفرنت بروجكت. بنقول بقى يعني ايه مانجمنت برضو؟ الكوست مانجمنت يعني ايه مانجمنت؟ المانجمنت اللي هي تطبيق الفور فانكشنز الاربع وظائف على ايه؟ الموارد الاربع. طيب احنا بدانا الاسبوع الماضي اتكلمنا على ايه؟ على عملنا على المحاضره نفسها كان الهدف بتاعها ايه؟ ان احنا define the cost management the best understanding of this concept. الحاجة الثانية to improve the participants capabilities in cost management اللي هي تحسين cost management عند الحضور. وإيه الحاجة الثالثة to apply the cost management principle in the different projects. إزاي أطبق الـ cost management على الـ different projects. فإحنا بدأنا المرة اللي فاتت في الإيه؟ في جزء اللي هو بتاع إيه؟ الـ planning بتاع الـ cost، واتكلمنا على إيه؟ ادي الاجندة اتكلم عليها. اتكلمنا في الاول في الاسامبشنز المفروض، وبعدين اتكلمنا على الفاكتورز افكتنج البروفيت مارجن اللي هي الاسباب او العوامل اللي بتاثر على في البروفيت مارجن، لان هو ده اللي بيفرق شركه عن الثانيه. يعني اللي بيفرق شركه عن الثانيه يعني الدايركت كوست اللي هو ثمن المواد والمصنعيات والكلام ده كله، ما بتبقاش فروق كبيره ما بين الشركات وبعضها. اللي بيفرق ايه؟ البروفيت مارجن والاندايركت كوست. فدي اتكلمنا على فاكتورز افكتنج البروفيت مارجن والبيئه الخارجيه وكلام ده كله واخره.
وبعدين برايس استيميشن بقى بارامترز اللي هي عناصر او بارامترز اللي هي يعني ازاي ازاي بعمل البرايس استيميشن. البرايس استيميشن البرايس هيبقى عباره عن الكوست والدايركت كوست والاندايركت كوست والمارك اب والايه والاوفر كل انواع ما يتعلق ان انا احدد البرايس بتاعي. طيب النقطه الرابعه كانت الكوست استيميشن اناليسيس تيرمز اند ديفينيشنز. بدانا نحدد ازاي نعمل اناليسيس للكوست استيميشن، نحدد الدايركت كوست ازاي والاندايركت كوست ازاي والمارك اب ازاي. وهنجري بسرعه على الـ على الـ على السلايدز بتاعت المره اللي فاتت عشان نعرف ايه الحكايه. وقفنا في نص دي تقريبا، في نص ده كان في كان لسه فاضل شويه تيرمز كده في الكوست استيميشن. وبعد كده هندخل النهارده على الكوست كنترول والسام ايكويشنز للاستيميشن، فاضل شويه كام سلايد. وهنا الكوست كنترول كان الكوست كنترول بقى وسام ايكويشنز اللي هي بتتكلم عليه. وبعدين هنتكلم على الكيس ستادي، مشروع بسيط جدا 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 اللي هو ايه لو فولت كيبل بروجكت. هنعمل له الركب داون ستراكشر بتاعه، وهنعمل له ايه الكوست الكوستنج بتاعه والدايركت كوست والاندايركت كوست وكل حاجه هنحطها. وهيبان ايه مشروع صغير خالص، يعني حاجه ايه سيمبوليك يعني، هتلاقيه بسيط هتلاقيه مش مشروع يعني مش حاجه، بس عشان يبان يعني ايه الموضوع من يعني من ابسط حاجه لاكبر حاجه، يعني ما حدش يتخض يقول لا انا يا مشروع صغير معمول، لا كان مشروع صغير زي الكبير زي كل حاجه، وتفرق بس في ايه في حجم الشغل اللي بتعمله فيه. بعدين نعمل ايه ستارت اكزامبل فور كوست كنترول في الاخر خالص. ده الكوست كنترول اللي كنا بنتكلم عليه، في ديفينيشنز وفي تايب اوف كونستراكشن كوست وكوست مانجمنت فور فانكشنز اوف مانجمنت الكوست مانجمنت اند ريليز ريسورسز اللي كنا بنتكلم عليها دي فور ام اللي قلناها عليه دلوقتي. الكوست بريك داون ازاي اعمل بريك داون للكوست دايركت اندايركت والبريك داون والكلام ده كله والى اخره. بعدين الفاليو انجينيرنج اللي هنتكلم عليها النهارده ان فيري 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 بريف ان كابل اوف سلايدز يعني. بعدين الكيس ستارز اللي هنقول عليها. طيب دي الاسامبشن اللي قلناها خالص اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. برايس اهو برايس وادي ادي المارك اب وادي الكوست. المارك اب عباره عن بروفيت والاوفر هيدز. البروفيت بيروح كبروفيت هناك اللي هي بيرسنت، الاوفر هيد يدخل مع الكوست الكوست اللي هو الدايركت والاندايركت ويبقى اسمه ايه التوتال كوست. وده البروفيت ده اللي هو ايه ده الكوست الحقيقي، وده البروفيت ده اللي هو بيزيد عليه عشان ده السعر اللي بيتحدد. اللي احنا قلنا ان البروفيت مارجن بيحتاج افهم الماركت ايه وافهم ظروف الشركه ايه وافهم الانفايرمنت ايه. يعني امور كلها حاجه بسيطه جدا ويعني مش ما فيهاش اي تعقيدات. الفاكس افكتني بروفيت مارجن اتكلمنا عليها، هنجري بقى في الكلام ده بس مجرد ان احنا بنفكركم في الكلام العوامل اللي بتاثر على المارجن بتاعي. انا شركه عندي مثلا اعمال وعندي معدات وعندي مش شغاله، فادخل البروفيت مارجن يبقى اقل. الجيوغرافيك اريا ريسك، الاونرز كونسلتنت ريسك، الكومباني اكسبيرينس ريسك، الفوليوم اوف ورك ان ذا ماركت، ايه عدد السوق بتاع ايه الكومبيتيتورز. فايه دي اللي هو السريع بقى كوست استيميشن اهو زي ما كنا بنتكلم عليه. يعني ممكن بس هي بس مرورا على ايه على السلايدز عشان ايه نفتكر احنا كنا بنتكلم في ايه وهنكمل النهارده في ايه. الكوست استيميشن اهو الطريقه بتاعته بتاعتنا والمارك اب والبروفيت والفاليو ادد والمارجن فاكتورز. بعد كده بنتكلم على برايس استيميشن. برايس عباره عن توتال كوست فور ويت فاكتور. في اماكن كتير جدا كتب بتشتغل وكده بتحط ويت فاكتور وبتقعد تعمل الكلام ده كله، لكن ده كلام يعني ايه يعني قد يصلح احيانا، انما برضو الريسك مانجمنت صعب لان كل بروجكت له 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 يعني طبيعه مختلفه. طبعا احد الكاركترستيك بتاع البروجكت هو يونيك، يعني وانت ممكن مشروعين هو نفس المشروع بس بتنفذ مشروع على الجزء اليمين من الطريق ومشروع على الطرف الشمال من الطريق، ودي حالات قابلتنا كتير قوي، وتلاقي ده مختلف تماما عن ده. الناس اللي بتدير ده غير اللي بتدير ده، ودي حصل زي ما حكيت لكم قبل كده، ومشروع منهم خلص في مدته سنتين ومشي، والمشروع الثاني مسكته الشركه ما خلصوش الا بعد 10 سنين. بعد كده يعني ده البارامترز بقى
يبقى توتال كوست في الويت فاكتور حاجه بتبقى سريعه جدا. البرودكت انفورميشن بقى سكوب ريكويرمنتس، الكونتراكتور انفورميشن الشركه فيها ايه واولها ايه من اخرها ايه، الاونر انفورميشن هل الاونر ده بيدفع ما بيدفعش، هل هو ايه ظروفه يعني. يعني احيانا ممكن يبقى مشروع يكسب كويس قوي لكن مع اونر مش مضمون، مع اونر معروف ان هو مثلا يعني متعب في 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 صرف مستخلصاته، بيتاخر في صرف مستخلصاته، ما بيستلمش بسرعه، ما بيدفعش بسرعه وهكذا. دي طبعا احد الحاجات يعني استراتيجي والبوليسي والكونتراكت تايب، نوع الكونتراكت، برايس ميجرمنت، البيمنت كونديشن، البونص، ده ايه الاونر انفورميشن. وبعد كده بنتكلم على اتكلمنا الكلام ده كله المره اللي فاتت، بس ده ايه تذكره سريعه كده في دقائق نعرف عشان احنا نكمل على حاجه يعني. ماركت انفورميشن، الماركت ماشي ازاي، في كومبيتيتور شغال، الليفل بتاع الريليشن شيبس، انفايرمنت كونديشن، ليميتيشن اند كونسترينتس. دي مثال كده سريع عملناه عشان نعرف ايه الترمينولوجي بتاعته، ايه الدايركت كوست وايه الاندايركت كوست، وايه البرودكت اوفر هيد والسيكتور اوفر هيد والكمباني اوفر هيد، وايه والبروفيت والبرايس اكسترنال ريسورسز والفاليو ادد. كل ده احنا ايه اتكلمنا عليها. الكوست والديفينيشن اتكلمنا بقى يعني ايه كوست، اتكلمنا عن ايه كاش فلو اناليسيس، اتكلمنا عن ايه كوست بادجيتنج، كوست كنترول، كوست استيميتنج، نعرف دايركت كوست ودايركت كوست واللايف سايكل كوستنج. بعد كده اتكلمنا عن البروفيتس، يعني ايه بروفيت، ريفينوز ماينس اكسبنسز، يعني كل الايرادات ناقص المصاريف، كوست مانجمنت بلان وكوست بادجيتنج. الاكشوال كوست اتكلمنا عليه، اتكلمنا على البوتم اب استيميتنج تكنيكس، اللي انا ازاي بحدد الكوست، باخد من فروم داون تو توب، يعني بعمل بحدد كل العناصر تحت اللي انا البريك داون بتاعه واحط من كله اجمعه في الاخر، يبقى انا عندي الكوست واحد على التوب فوق، الكوست والبرايس يعني فوق. الكوست تيرمز والديفينيشن بقى الكوست اوف كواليتي، وقلنا ان الكواليتي يعني الرغم الناس فاكراها ان هي دي مصروف، احنا دايما برضه بنحاول نفرس او ننشر الثقافه دي، ان الكواليتي دي ان انفستمنت في البروجكت، وان اللي ما بيعملش كواليتي بيخسر كتير جدا جدا جدا، قد يكون مش حاسس بيها لكن بيخسر يعني، او ما بيكسبش يعني المفروض يكسب. طيب كوست ديفينيشن، كوست بيرفورمانس اندكس اتكلمنا عليه، ودول اللي هو الثلاثه فاكتورز اللي هي الايه، البادجت كوست فور بيرفورم والاكشن كوست فور بيرفورم. دي كده هيبقى ايه البادجت كوست اوف ورك، يعني الثلاثه فاليوز اللي احنا ايه الايرن فاليو والكلام ده كله. طيب الكوست بلس في قلنا دي واحده من الطرق، الكوست بلس في اللي هي مشروع بتصرف عليه وبتحط عليه كوست بلس، اتكلمنا عليه. كوست بلس في فيكسد في بيدي فيكسد في للكونتراكت بتاعه او للكوست، يعني بيقول كوست كذا وانت هتاخد كذا في الميه وخلاص. كوست بلس انسنتيف في بيبقى فيه كوست بلس ومعاه انسنتيف، يعني ان انت ايه لو خلصت مثلا في المده المعينه او بالكوست المعين يبقى انت يبقى ليك مثلا المقاول اللي هينفذ ايه البرسنتج المعينه. الكوست ريمبرسبل كونتراكت there is actual cost plus effect typically represent sale profit، حط بقى sale profit والكلام ده كله، كل دي اتشرحنا ايه واتكلمنا، واللي عايز يراجع ويبص على الايه على اليوتيوب او اليوتيوب بشرط ممكن كتر خيره قسمه فيقدر يدخل دايركت على ايه على الحته اللي فيها الكلام ده، ما يقعدش ايه يتفرج يشوف المحاضره كلها. الكوست فاريانس، وما تنسوش طبعا اللايك بقى والحاجات الحلوه دي بتاعت الايه، والشير شير وزع زي ما تقدر، ما عنديش اي مشكله، بالعكس انا هسعد جدا باللي بيوزع المحاضرات لان دي بتساعد في نشر العلم، ودي طبعا في حد ذاتها بان بتكسب ثواب، كسب الثواب. بالاضافه ان برضو اذا يعني اي لو حصل اي وورد او اي حاجه جت من ورا النشر او اي حاجه، دي موجهه لمشروعات خيريه يعني. يعني انا مش يعني الموضوع النظر له ان هو فايده للجمهور المهندسين، ولو في لو حصل اي حاجه اي ريفنيو تاني مادي او حاجه، دي ان شاء الله هتبقى برضه مشروعات خيريه،
يعني اللي يشارك او يشترك او يعمل لايك او ينشر، يعني ايه، ينتوي بيها حاجتين: نشر العلم، وطبعا نشر العلم خلوكم من العلم علم معلمه، فانت بتنشر العلم، وفي نفس الوقت اذا حصل اي يعني مكسب من وراها، مكسب مادي، ده بيتوزع على يعني في اعمال الخير، يعني غالبا على فيعني انوي وانت بتشارك معانا الحاجتين دول: نشر العلم، ونشر العلم طبعا احنا عارفين ربنا بيكافئه ازاي، وفي حاجه ثانيه برضه ان انت ايه، كفاله ايتام وكفاله كده يعني. طيب كوست تيرم اند ديفرنشال كوست فاريانس، برضه اللي هو ايه الكوست فاريانس، اللي هو الارن فاليو ناقص الايه الاكشوال كوست، اللي هي خلاص. بعد كده الديكومبوزيشن تكنيكس، اللي هي ازاي تقسم الديكومبوزيشن، يعني التقطيع، يعني البروجكت سكوب بتعمله بقى ايه سمولر مانجبل كومبوننتس اعتقد بروتوكول اسيت للاكونت. الكلام ده كله موجود يعني، بس انا بعدي عليه بسرعه عشان نعرف احنا هنكمل فين. هنكمل عند السلايد اللي هو 34، يعني دلوقتي في 32. الفيرم فيكسد برايس كونتراكت، اي تايب اوف فيكسد برايس كونتراكت وير ذا باير بيز ذا سيلر سيت اماونت از ديفايند باي ذا كونتراكت ريجاردلس اوف ذا سيلرز كوست. يعني ايه مثبت السعر، يعني ملوش حل يعني. طبعا بيبقى الشروط لازم تكون برضه واضحه ومحدده، انما يعني دي كانت مره زمان قوي برضه من 20 21 سنه، كنا في 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 في, في اسبوع كده كان مؤتمر وتريننج لانترناشونال اربيتريتورز، وكان في قصه كده مناقشه يعني، فبيتكلموا على الـ البروجكتس اللي هو اللامسون بروجكت، وكان الناس دي فاهمه اللامسون بروجكت يعني ما فيهوش كليمز او ما فيهوش زياده في الكوست اي كليم، قلت لهم لا طبعا لوف طبعا، وكان يعني ايه الحمد لله، وكانت وجهه نظرنا الحمد لله كانت صح، وايدنا يعني احد عظماء الكونتراكت كليمز هنا استاذنا الكبير دكتور شريف. فالمهم فاحنا هنا بدانا هنا سمينا دي البارت 2 اللي هي من اول ايه اللي هي ال 34، سمينا دي بارت 2. ان شاء الله بقى هنقسمهم على 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 تو برزنتيشنز بعد كده ان شاء الله، لان طالما هي يعني المره دي اخذت مننا اثنين، يبقى احنا هنقسمها بقى يبقى على تو برزنتيشنز بعد كده. كوست مانجمنت فور انجينيرز اند ابلكيشن فور ديفرنت بروجكت، اللي هو الكوست مانجمنت اداره التكلفه للمهندسين وتطبيقها في ايه؟ في مشاريع مختلفه. Fixed price incentive fee. Fixed price incentive fee contract. ده نوع من الكونتراكتس يعني. A type of contract where the buyer pays the seller a set amount identified by the contract. يعني هو عقد سعر بيسموه ثابت. ثابت بالحوافز يعني، في حوافز. خلاص بيدفع فيه المشتري للبائع مبلغ محدد اللي هو موجود في ايه في الكونتراكت، لكن في نقطه ان ذا سيلر اللي هو البائع يقدر يكسب اديشنال اماونت، يقدر يكسب فلوس زياده عن الـ عن الـ عن الـ 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 السعر المتفق عليه اذا البائع ده اللي هو المقاول عمل ايه ميت ديفاين بيرفورمانس كرايتيريا، يعني خلص مثلا احنا لما السنه خلص 10 شهور ايه انسنتف فيه. لو هو خلصها مثلا كنا مبتدئين على الكوست مثلا، لا هو هيحط فيكس برايس بعد كده في انواع ثانيه بقولها تبان بعد كده، ان هيبقى ايه الكوست بلس، ده فيكس برايس. الكوست برايس لو يبقى هو عنده هنا، لو خلص مثلا في التايم بتاعه هو الفيريبل، لو هو 12 شهر وخلصه في 10 يبقى هيبقى يعني هياخد ايه انسنتف، او لو عمل اي ايه اي ريدكشن، او عمل اي مثلا اسمه ايه ده فاليو انجينيرنج، لو يعني اي حاجه اي ميزه طلعها وعملها للباير هيقدر ان هو ياخد عليها ايه انسنتف فيز. طيب الكوستم اند فيكس برايس اور لامسم كونتراكت،
ده سعر ثابت او عقد مبلغ مقطوع. التايب اوف كونتراكت انفولفينج فيكسد توتال برايس. التوتال برايس بتاعك، فهنا النقطه دي مهمه جدا يعني، عشان بس الناس تعرف ان انت عندك اما يبقى فيكسد توتال برايس ده مش معناه ان انت ما فيش كليمز، مش معناه ان فيش فاريشن، لا لازم يكون محدد كويس قوي ككواليتي ككوانتيتي. انما الكواليتي اختلفت، اذا رفعنا كواليتي في حاجه السكوب زاد او اتعمل، لا مش اسمها كده. اللامسم بروجكت نخلي بالنا ان هو لازم يبقى فيري ويل ديفايند، واي حاجه تزيد فيه لازم يبقى لها طبعا لها كوست زياده يعني. فيكس برايس كونتراكتس ماي اولسو انكلود انسنتيفز فور ميتنجز ده اللي كنت بقول عليه دلوقتي، اور اكسيدنج سيلكت بروجكت اوبجكتيف ساتش از سكيدول تارجتس. ده بنقول يعني التايم، ولو مثلا مدته سنه خلاص في 10 شهور، مدته سنه ونص خلاص مثلا في 14 شهر وهكذا، يبقى ايه؟ يبقى الفيكس برايس واللام سم كونتراكت يبقى ايه، ممكن ياخد ايه نسبه معينه على ان هو ايه عمل نفس المشروع في وقته. احنا قلنا المشروع العناصر اللي جمعت بان من ايه؟ ثلاث حاجات، الكوست والتايم والكواليتي. ماشي؟ يعني الكوست لو قلت بس بنفس الكواليتي وبنفس التايم يبقى كويس قوي. لو التايم كان انتهى المشروع بالكواليتي بتاعته وبالتايم بتاعه بالكوست بتاعه يبقى ممتاز. يعني ما زودش حاجه على حساب حاجه يعني، او نقص حاجه على حساب حاجه. The simplest form of a fixed price contract is a purchase order. اللي هو بدي purchase order اللي هو ايه؟ اوامر الشراء يعني. بعد كده عندنا الفوركاست. عباره عن ايه الفوركاست؟ عندنا الفوركاست عباره عن هذه التوقعات. الاستيميتس اوف بريدكشنز اوف كونديشنز and events of the project's future based on information and knowledge available at the time of the forecast. يعني انا بعمل فوركاست يا اما من اول المشروع، يعني انا في نص المشروع بعمل اللي ايه بيسموها الايه البادجيتد كوست ات اند، او الكوست ات اند قد ايه. يعني انا وصلت ما بشتغل بالارن فاليو ميثود، ودي هتبان بعد كده هنتكلم عليها. هنتكلم عليها بريفلي النهارده، لكن في ارن فاليو ميثود لوحده، وبعد كده هتتعمل برزنتيشن لوحدها. كان في حاجه اسمها ايه الكوست ات اند، او البادجيتد كوست ات اند، او الاستيميتد كوست ات اند. الفوركاست الفوركاست ار ابديتد اند ري ايشود بيزد اون ورك بيرفورمانس انفورميشن بروفايدد ات ذا بروجكت از اكسكيوتد. يعني انا بشتغل في بروجكت وجيت ابص لقيت ان انا وانا شغال الاسعار بتاعتي مثلا بتقل. يعني انا يعني عملت كذا شهر ورا بعض بعمل الاستادي بتاعتي، بعمل الكوست مانجمنت بتاعي، بلاقي ان الكوست استيميشن بتاعي بيقل. يعني انا بيقل مثلا بنسبه معينه 9% 10% وهكذا. يبقى انا لما باجي اعمل كوست ات اند ابقى متوقع ان انا ايه هكمل على 10%، او يعني في كذا طريقه بقى في ان انا احسب الكوست ات اند يعني. انما المهم عندنا الفوركاست زي ما قلنا اللي هو ايه بتبقى ايه الكوست ات اند، او البادجيتد كوست ات اند، او الفاليو اوف كوست ات اند اللي هو ايه لازم ان انا كل شهر وانا بعمل الكوست كنترول ايه بحدد انا المشروع بتاعي رايح فين والكوست ات اند هتبقى كام، ودي هتبان من هشتغل في الاورنج فاليو ان شاء الله. عندنا دلوقتي the information is based on the project's past performance. The past performance يعني انا لقيت ترند بتاع المشروع بتاعي بيزيد يعني زايد بشكل او باخر نتيجه العوامل اللي انا شغال ازاي. لو انا يعني الترند بتاعي ان هو بيزيد، طبعا يبقى بقيه العناصر اللي جايه هتزيد. لو الترند بتاعي ان هو بيقل يبقى هيقل، او ان انا احدد عند النقطه اللي انا فيها واضيف الباقي زي ما هو كان بادجيتد. يعني هنشوف هيبان الكلام ده واحنا بنرسم الاورن فاليو ميثود. Information is based on the project past performance and expected future performance and includes information that could impact the project in the future such as estimate at completion and estimate to complete. ده الاسم
التيرن بتاعها اللي بتلاقيه في كل حته استيميت ات كومبليشن او استيميت كومبليت. طيب الشوت كوست استيميت ان استيميت of the cost of a product or service used to provide an assessment of the reasonableness of the prospective seller's proposed cost. Should cost estimate عبارة عن تقدير التكلفة للمنتج أو الخدمة المستخدمة لتقديم معقولية التكلفة المقترحة للبائع المقترح. Estimate of the cost of a product or service. يعني التقدير بتاع التكلفة أو المنتج أو الخدمة اللي هي إيه؟ to provide an assessment اللي بت 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 بتعمل تقييم لإيه؟ لمعقولية السيلر بروبوست كوست البائع بروبوست كوست شكله إيه يعني؟ طيب بروبوست كوست is preliminary preliminary concerned with the cost of the resources needed to complete project activities. Project cost management should also consider the effect of project decisions on subsequent recurring cost of using, maintaining, and supporting the product service or service. For example, limiting the number of design reviews can reduce the cost of the project, but could increase the resulting product's operation cost to cover all the value management. هنا الكلام ده بيعني ايه؟ ان دلوقتي اداره التكاليف بتهتم بالموارد اللازمه لاكمال انشطه المشروع ولازم تتاخد في الاعتبار ان قرار العقل استخدام خدمه او ثلاثه يعني اللي هو كان ممكن بنقول ايه لازم نقول ايتريشن. لو انا قلت بقى ايه لا ده التكلفه دي هتزود او هتعمل او او الى اخره ممكن لو انا نقصتها هتزود من تكاليف تشغيل المنتج النهائي. فهنا بقى هنا الفاليو انجينير برضه عشان ايه برضه هنقف على النقطه دي حته صغيره. يعني في ناس الحقيقه وانا الحقيقه يعني انا كنت مره في بلد عربي بلاش اسامي الحتت وكنت بقى يعني كان في سفير كده من سفراء الدول ما اعرفش جاب اسمي منين وكان بيعزمني مع يعني الناس اللي هي اللي اسمهم بيطلع في ما بيطلعش الجرايد حتى اللي هم المتحكمين في الايه؟ في الكونستراكشن في الـ في الـ في الـ في البلد دي. فقعد مره معاهم وبنتكلم وبتاع انا طبعا معتز بعروبتي جدا وباسلامي قوميتي يعني مش ايه ما فيش فيها كلام. بعدين بيتكلموا بقى بيقولوا ايه بيقولوا احنا ايه رحنا خدنا مشوار فلاني وبعدين طلبنا ان احنا نعمل فيزيبيليتي ستاديز كل الكلام اتكلمنا عليه في الايه في الرول بتاع البي ام او واتكلمنا عليه في اسباب تعصر المشاريع ان انت البروجكت فيزز في بري فيزيبيليتي وبعدين في فيزيبيليتي في انواع كتير من الفيزيبيليتيز أنواع كتيرة تكنيكال فيزيبيليتي وفاينانشال فيزيبيليتي وترافيك مانجمنت وانفيرمنتال مانجمنت كل الحاجات دي الكلام ده كله من أول لآخر. حقيقة إن هما إيه كانوا راحوا يعملوا مشروع في وزارة معينة من الوزارات أو الهيئة من الهيئات وإيه قالوا لهم والله ده كانوا طالبين مثلا سي مثلا 500,000 درهم أو 500,000 ريال أو 500,000 جنيه عشان بس ايه ما حدش يتخيل الحته. فلقيتهم ايه قاعدين بيضحكوا قالوا ايه قالوا احنا ايه قالوا له لا قللوا الدراسات دي ونخليها مثلا ايه 200,000. فبقول ايه بيقولها نكته يعني نكته وانا قاعد يعني معاهم فقلت لهم يعني ايه قالوا احنا مش خاصين حاجه بالعكس ده احنا كسبانين. واخد حضرتك ازاي؟ واصل ما فيش فايده في الـ في الـ في, الـ في البلد دي وانا بطلع. فانا ايه الحقيقه يعني وقعتني الكلمه المفروض ردت عليهم قلت لهم لا في فايده ان شاء الله كله هيبقى تمام وهو الى اخره ويعني دفعت يعني بشكل او باخر يعني مش بدي لنفسي حاجه انا ما بس بقولك على واقع ان هي عدم عمل الدراسات المبدئيه بدقه كل ما كانت زي ما قلنا قبل كده زي ما النجاح زي الفشل المتراكم النجاح متراكم
لو انا في الانيشال فيز بتاعت المشروع الفيزيبيلتي والفيزيبيلتي والديزاين عملتهم كويس المشروع بتاعي هيبقى زي الفل. لو انا بقى بحجه ان انا بوفر مثلا الفيز بتاعت مهندس او فيز بتاعت حد بيعمل دراسات جدوى او دراسات مروريه او دراسات بيئيه او دراسات بتاعت اي شكل من الاشكال او فاليو انجينيرنج او اي حاجه من هذا الكلام، الكلام ده بيتسبب ان المشروع في الاخر قد يكون شكله ارخص وهو بيتاخد بتاعت الاوبريشن، لكن في اللايف تايم بتاعه بتبقى العمليه ايه؟ المشروع بيتكلف كتير قوي، بيبقى تكلفه عاليه جدا في الاوبريشن بتاعه في اللايف تايم بتاعه. والهيئه دي العلم اللي حلها الفاليو انجينيرنج، وبرضه احنا ممكن نعمل برزنتيشن على الفاليو انجينيرنج من وجهه نظر برضه مدير المشروع. انا مش يعني الحمد لله رب العالمين، يعني عملت سيشنز كتيره في الفاليو انجينيرنج حضرتها مع اساتذه كبار اساتذتنا يعني، وبرضه هحب ادي برضه ايه الاوت لاينز بتاعت الموضوع بس، انما اللي عايز برضه يعرف كروب فاليو انجينيرنج في اساتذه كبار موجودين وناس كتير قوي تقدر ان انت عايز تخصص فيها ممكن ندخل فيها، وده مجال من المجالات الممتازه الجميله جدا. طيب يعني الفكره من البوست من السلايد ده ان ما حدش يستخسر في الايه في مثلا هو يعيب للديزاين او يبقى فيري بريسايز في الديزاين او في او في او في 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 البريفيزيبيليتيز او في الايه في الدراسات المبدئيه، عشان دي بتسبب ان المشروع بيتكلف بعد كده اكتر during the lifetime بتاعه. الفاليو انجينيرنج بقى كنا بنقول دلوقتي اتس كريتيف ابروتش used to optimize project life cycle cost, save time, increase profits, improve quality, expand market share, solve problems, and or use resources more effectively. فنهج ابداعي يعني creative approach يستخدم لتحسين التكاليف optimize the project life cycle cost. هي optimize هو ايه يعني اوبتمايز يعني مش تحسين، يعني تحسين اوبتمايز يعني تحسين مش تقليل، لان في ناس بحجه ان هي تقلل التكاليف بيبقى ايه كاتنج كورنرز، يشيل من الهيلث اتش اس اس اي كوست، يشيل من الكواليتي كوست، يشيل من الكواليتي كوست. لا الفاليو انجينيرنج ما هياش كاتنج كوست، مجرد كاتنج كوست لا، اوبتمايزنج بروجكت لايف كوست وسيف تايم وانكريز ذا بروفيتس وامبروف الكواليتي واكسباند ماركت شير وسولف بروبلمز. كل دي موجوده في ايه في الفاليو انجينيرنج. الفاليو انجينيرنج علم من العلوم، هي من احدث العلوم اللي طلعت في البروجكت مانجمنت، لكن مهم جدا وجميل جدا. وان شاء الله برضو ايه هنحاول نعمل برزنتيشن عليه ونعمله ببساطه جدا عشان برضو ايه اي بروجكت مانجر يتعرض قدامه موضوع الفاليو انجينيرنج ما يتخضش او ما يفتكرش ان هو ايه داخل على كيمياء مثلا او على فيزياء. موضوع كلها حاجات بسيطه ان شاء الله. هنا بنتكلم على ايه؟ The cost terms and definition, the principal components of a contractor's cost and expenses result from the use of labors, materials, equipment, and subcontractors. يعني العناصر الاساسيه اللي بتحدد الكوست بتاع المشروع هي ايه؟ الاربع حاجات اللي هي الليبرز العماله والخامات والمعدات والايه والمقاولين البطن. Additional general overhead cost components includes taxes. بقى ايه بقى انواع الاندكت كوست او الاوفرهيد كوست؟ taxes الضرايب، premiums on bond and insurance التامينات التامين، interest of or loans لو في قروض او لو في فوائد. The sum of a project direct cost and is allocated indirect cost is termed the project cost. مجموع ال project direct cost وال is allocated indirect cost هو ايه اسمه ايه البروجكت كوست. ده كل ده اسمه بروجكت كوست، يعني كوست تو كوست كل المصاريف اللي اكسبكت انها تتصرف، انما ايه البروفيت بقى ده مش هتصرف فوق ده لو مكسبي من المشروع. وعايز برضو نلاحظ حاجه برضو دي حاجه كويسه بالنسبه للمشروعات المقاولات يعني المقاولات. طيب يا محمود في حاجه؟ الصوت واضح؟ تمام يا دكتور واضح يا دكتور. الصوت واضح كويس يعني الحمد لله؟ صوت حضرتك واضح يا دكتور. The cost spent, the cost that spent on a specific activity or project can be classified as. دي الدايركت كوست الحقيقه spent on a specific activity or project. Fixed cost
اللي هي ايه الكوست ذا سبنت وانس ات سبيسيفيك بوينت اوف تايم. الفيكسد كوست اللي هي ايه اتصرف مره واحده يعني ذا كوست اوف بيرشيزنج اكويبمنت. يعني انا اشتريت اكويبمنت لمشروع معين او لحاجه معينه ده فيكسد كوست. فيكسد بيسموه ايه فيكسد كوست. في تايم ريليتد كوست اللي هو كوست سبنت الونج ذا اكتيفيتي ديوريشن. يعني وانا اللايف تايم ريليتد كوست يعني كل دي تيرمز هتقابلك وانت بتدرس كوست. يعني وعلى فكره الحاجات دي كلها موجوده في لو تيجي تعمل ام بي اي او حاجه هتلاقي الكلام ده موجود فيه. فما تتخضش يعني الكلام اللي انت بتاخده ده كله لو اهتميت بيه ودرست وبصيت تاني على الفيديوهات اللي عملها البشمهندس محمود هتستفيد كويس قوي. لانك اي في اي مضيت في الفكر في اي حاجه حبيت تعمل بي ام بي حبيت تعمل اي حاجه شهاده في الكورس شهاده في اي مجال هتلاقي التيرمز المبدئيه هنا موجوده معانا. فهنا تايم ريليتد كوست هتلاقي تيرمز زي ده. يعني ايه تايم ريليتد كوست؟ الكوست سبنت الونج ذا اكتيفيتي ديوريشن. يعني انا لما باجي اعمل مثلا بعمل خرسانات بتاعت مبنى دي تايم ريليتد كوست. يعني انا مش بدفع مثلا يعني هي بيعتبر ايه؟ ليبر الويجز ليبر ويجز اكويبمنت رنتال كوست الى اخره. يعني الكوست بتاع الخرسانات ماشيه ديورنج ايه؟ مرتبطه بالتايم بتاعها انت بتعمل اكسبنس مثلا في اسبوع في شهر في شهرين زي ما انت عامل. فدي اسمها ايه؟ تايم ريليتد كوست. انما فيكسد كوست عباره عن ايه؟ زي انت بتشتري مثلا ايتم او بتشتري اسيت بالنسبه لك معده خلاص. فدي ايه؟ التايم ريليتد كوست. في الكوانتيتي بروبوشنال كوست. في كوست بتاعت كوست تشينجز وذ ذا كوانتيتيز. يعني الماتيريال كوست مثلا ليه بقى الكلام ده برضه لازم تبقى عارف طبيعه الكوست من هذا المجال اللي هي فيكسد او تايم ريليت او كوانتيتي بروبوشنال كوست. انت لو انت مثلا عندك ماتيريال معينه هقول ابسط حاجه مثلا خلينا في حاجه يعني ايه مش تقيله زي مثلا انت عندك فول سيلينج مثلا عشرات الالوف من الامتار. فول سيلينج الفول سيلينج ده لو انا اشتريته متقطع شويه ممكن تلاقي فرق ويفرق كتير جدا ان انا اشتريه واخزنه عندي ده مش هيحصل له حاجه. يعني الحاجه القابله ان انا لو حسبت الريدكشن في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكوست بتاعي او في البرايس اللي انا بشتري بيه لو عملت مقارنه بينه وبين الانفليشن مثلا. يعني لو انا قاضي يعني مثلا لو هجيب الكميه بتاعتي على بعضها هتنزل مثلا 30 35% قطعا اجيبها فورا لو هستخدمها 6 شهور مثلا سنه. الانفليشن هيبقى مثلا كام؟ 4 5 6% يبقى انا ايه الكسبان في الموضوع ده. وطريقه الدفع ممكن تتفق عليها بس لا تكون مرتبط وهتدفع. هي دي بقى دي شغل بقى الايه اللي هو الايه السيلز مانجمنت او البروكيورمنت مانجر اللي بيعرف كويس قوي يجيب الحاجه في الاول في النص الاخر. بس طبعا بشرط ان هي ممكن تخزنها وممكن هي التايم مش هياثر عليها وعلى فسادها. يعني ما اجيبش مثلا اسمنت بتاع المشروع ما ينفعش اسمنت لمده. ما اجيبش مثلا بويات بتاعت المشروع. انما لو جيت درست ان انا لو اشتري الحاجه هيتعمل لي ريدكشن كويس قوي في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكميه خصوصا لو انا باخد من مصنع بقى مش باخد من تاجر ومنتج رزق او الى اخره ولقيت ان في فرق يبقى انا ايه الكوانتي بروفيشنال كوست. يبقى انا ايه احسن لي ان انا اخد الايه الكوست الاولاني. دي احد الحاجات برضو اللي لازم تتحط انت كونسيدريشن لما اجي انفذ لما باجي بعمل البروجكت البادجيتنج او بعمل الكوستنج الاول خالص لما بعمل السعر اللي انا داخل بيه لا ده انا بحط السعر القطاعي اللي كل الناس عارفاه. لما باجي انفذ بقى في المشروع وبنفذه بتنفيذ فعلي لازم ادرس بقى هذا الكلام واخش فيه بقى بعمق. ودي دور بتاع الايه؟ بتاع السيلز او بتاع البروكيورمنت مانجمنت. معلش هو كلام مرتبط ببعضه مش احنا مش احناش يعني هو مش بره السياق لكن دي برضه الحاجات اللي هي لازم نخلي بالنا منها لان غالبيتنا طبعا بنفكر في المشروعات يعني اكتر حته محتاجه الكلام ده كله شركات المقاولات او اللي في شركات المقاولات. طيب احنا هنا التايب اوف كونستراكشن بروجكت كوست ده اتكلمنا عليه بريفلي المره اللي فاتت اللي هو ايه انواع التكاليف. هنا بتكلم على الكونستراكشن كوست بقى
يعني هنا في التكاليف البروجكت دايركت كوست. الدايركت كوست ده اللي قلنا عليه اللي هي الماتيريال والمان باور والمشاري اللي مختصه بالبند اللي انت بتعمله الاكتيفيتي اللي انت بتعملها. يعني انا بعمل خرسانه مسلحه للاساسات، ده الكوست بتاعها ايه؟ المصنعيات بتاعت النجاره، مصنعيات الحداده، مصنعيات الصب، الخرسانه اللي هتدخل، الحديد اللي هتدخل، ده الكوست اللي فيها اللي هو ايه خاص بيها. يعني ما اجيش اقول ده مدير المشروع مثلا دايركت كوست، لا ده المشرفين دايركت كوست، لا هو ده الكوست اللي هو بيصرف على الكونكريت بس. يعني ما هو جاي الكونكريت بس اسمه دايركت كوست. اي حاجه يعني المصروف على الايتم صرف مباشر ومش مصروف على حاجه ثانيه على ده بقى اسمه دايركت كوست. البروجكت دايركت كوست بقى اللي هو اي دايركت كوست بقى بيدخل مثلا المشرفين مثلا جبت مثلا معده واشتغلت على حاجات مختلفه في الموقع، الحاجات اللي هي بتبقى اندايركت من ضمنها مثلا لو انا بعمل في مواصلات في مصروفات الاسريه في اي حاجه اندايركت كوست، في تكلفه لاي اندايركت كوست بتبقى موجوده في هنا. البرودكت اوفر هيد بقى اتكلمنا عليه قبل كده، والجنرال اوفر هيد تبقى ايه بعد كده. يعني برودكت اوفر هيد اللي هو الـ زي ما بنقول بيزيكلي اللي هي الكوست اوف اورجانيزيشن شارت. يعني انا في مشروعي الاورجانيزيشن شارت بتاعي فيه دايركتور بروجكت مانجر، وبعدين باخد بقى الايه الهيكل التنظيمي بتاعي اللي هو مثلا التكنيكال اوفيس وراه الكيو سي وراه مثلا البلاننج كل الايه الفانكشنز اللي موجوده في المشروع. فكل المواصفات اللي في المشروع ضيف على كده مثلا مصاريف نقل، مصاريف اعاشه في المشروع، اي حاجه صيانه في المشروع، حاجه مشروع دي اللي هي الاوفر هيدز بتاعت البروجكت نفسه اللي بتتصرف على البروجكت لوحده. يعني مش حاجه مشتركه، يعني لو مدير مشروع بيدير مشروعين جنب بعض يبقى الاوفر هيد بتاع بتاعه يبقى سعره لازم يتقسم على المشروعين. لو انا مثلا في حد بيجي مثلا لو في معده مثلا بتيجي تقعد مثلا 4 ساعات في مشروع ده واربع ساعات في مشروع تاني، يبقى ال4 ساعات دولت هم ده البروجكت اللي على ده، وال4 ساعات يتحطوا بالبلد التاني. لازم يعني يبقى سبيسيفيك، يبقى احنا بنحط حاجات سبيسيفيك لايه للبروجكت. الجنرال اوفر هيد بقى اللي هو من خارج بقى المشروع، اللي هو انا في التوب مارجن بقى او في الكوربريت او في الشركه، ان انا بعمل ايه؟ بصرف مثلا رئيس مجلس الاداره، المدير العام، رئيس القطاع، مدير الادارات الفنيه، اي كلام الجنرال اوفر هيد اللي هي الكوربريت بقى اللي هي هتبقى مرتبطه يا اما ببروجكتس يا اما ببورتفوليو يا اما بالايه بالكوربريت مانجمنت. طيب for that cost the cost and expenses that are incurred for a specific activity are termed direct cost. كان كنا بنقول دلوقتي زي اي كوست او مصاريف، اي تكلفه او مصاريف تم مخصصه لنشاط معين بتستند لايه؟ for specific activity are termed the direct cost. These costs are estimates based on detailed analysis of contract activities, the site conditions على contract activities, the site conditions, resource productivity data, and the method of construction being used for each activity. A breakdown of direct costs includes a بعمل breakdown ولا direct cost labor cost حتى ما هو labor cost سواء بقى هو subcontractor، يعني labor cost اللي بيدخل كده subcontractor، بس الموضوع مش subcontractor ما يبقى ايه؟ لو subcontractor واخد بالمتر المكعب مصنعيه يبقى هو ايه؟ سب كونتراكتور بس، يعني بيدخل من ضمن الليبر كوست. لو هو توريد وتركيب او توريد ومصنعيه او الى اخره يبقى ايه؟ بيدخل في ايه؟ بيبقى لوحده اسمه سب كونتراكتور كوست. انما هنا اسمه الليبر كوست اهو، الماتيريال كوست والاكويبمنت كوست. خلاص اللي هو الايه؟ ال 3 ام اللي هنقول عليها ايه؟ الماتيريال والمان باور والايه والاكويبمنت. ثلاثه هم. سب كونتراكتور هنا سب كونتراكتور كوست. اذا هو مصنعيات بيدخل على ايه؟ على ليبر كوست.
لو هو مصنعيات وماتيريال بنسيبه ايه سب كونتراكتور كوست بيتحط ايه لوحده على اساس ان هو ايه الماتيريال داخله معاه، واحنا طبعا مش هنقدرش نفصل الاثنين يبقى اسمه ايه سب كونتراكتور. طيب البروجكت اند دايركت كوست التكاليف غير المباشره للمشروع، التكاليف الاخرى بقى زي التكاليف العامه other costs such as the overhead costs are termed indirect costs. Part of the company's indirect cost is allocated to each of the company's projects. جزء من ال company's indirect cost يعني التكاليف اللي هي التكاليف العامة والتخصيص جزء من التكاليف as the overhead. The other costs such as the overhead costs are termed indirect costs. دي indirect costs بقى اللي هي ايه؟ التكاليف الاخرى يعني زي التكاليف العامه. Part of the company's indirect cost is allocated to each of the company's projects اللي كنا بنقوله من شويه ان انت في مصروفات بتبقى على يعني انا مثلا مدير عام شركه او مدير مشروعات يبقى انا السالري بتاعي او المصاريف والسالري بتاعي كل الابلكيشن ده كله مش هيتوزع على مشروع واحد، هيتحط على ايه؟ اجمالي المشروعات اللي عندي، وبرضه مش على جمال المشروع بالفاليو بتاعت المشروع، لا خلي بالنا دي غلطه شائعه بتتقسم على ما تم تنفيذه في المده للمشروع. يعني انا السنه دي مثلا عندي نفذت مثلا 60% من المشروع الفلاني و70% من المشروع الفلاني و40% من المشروع الثالث وواحد اللي بعمله، فدي الفاليو اللي ايه اللي تم تنفيذها، واحط الاندايركت كوست اللي هي الفورين دايركت كوست او حتى ما هو اندايركت برضه غيره بتتحط بالنسبه اللي اتنفذ خلال السنه او خلال الفتره الزمنيه اللي هي معاها. The indirect cost always classified to project site work site overheads and general head office overhead. الاثنين يعني project site عاده يعني من 6 7 ل 10% الاندايركت كوست، وجنرال اوفر هيد ما بي يعني في الرينج بتاع الخمسه ولا حاجه نص تقريبا عاده كده، يعني هيبقى هو باين في اول الدراسه، لكن باي براكتس او باي 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 يعني باي براكتس يعني بيبقى طبقا البوليسي الشركه ماشيه ازاي، المشروع ظروفه ايه، كلام ده من اخره، لكن ان انا اثبته على حاجه معينه انا مش من انصار كده ابدا. هيبان هنا بقى البروجكت اوفر هيد are site-related costs and includes the cost of items that cannot be directly charged to a specific work element and it can be a fixed or time-related cost. يعني project overhead ده يعني أي حاجة أي cost متعلق بالسايت وما هوش موجود في الكوست بتاع الايتمز، يعني ولا هو لو هو في المان باور ولا في الماتيريال ولا في الماشينري خلاص، بس cannot be directly charged to a specific work element، يعني ما نقدرش نحمله على ورك المنت واحد، لا ده هو ايه على 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 المشروع كله. كان فيكسد اور تايم ريليتد كوست، يعني ممكن يبقى مثلا انا اشتريت للمشروع ده مثلا المشروع ده بس جبت له مثلا ايه كلارك هيتحمل على كلارك على المشروع خلاص، او اشتريت تايم ريليتد كوست زي ايه زي مثلا اجرت مثلا اي حاجه اجرت مثلا خلاط، يعني ممكن زي ما حصل معانا مره في بره مصر في السعوديه على ما اعتقد اجرت باتشنج بلانت كامله في المشروع، فدي ايه ترم برضو ايه زي ما قلنا ايه كوست اوف سايز تايم ريليتد كوست اللي تايم ريليتد كوست، انها طول ما هي عندي انا بالمده بتاعتها بصرف عليها او مؤجر معينه مثلا لوقت معين او اي حاجه، فدي تعمل ريليتد كوست. This includes the cost of site utilities احنا كنا بنقول من شويه خدمات الموقع، supervisors المشرفين، housing and feeding of our staff لو كنت بسكن الستاف بتاعي او بوكلهم، الباركينج facilities، offices، الworkshops، stores والfirst aid facilities. Also it includes plants required to support working crews جبت بس اكتيفيتي زي ما بقول على اللي كنا بنقول على اليابتش بلانت او الى اخره. الحقيقه يعني من انجح
يعني احسن ناس الحقيقه بتعمل الكلام ده البلانرز الشاطرين، يعني دي عن تجربه برضه، دي تجارب الحياه يعني، لما بيشاركوا المعرفه صح بيشتغلوا ايه قد يعني، الحقيقه دي عن تجارب يعني، لان في ناس كتير مش ايه يعني، وعندي ريفرنس كثيره يعني، عندي حاجات شغل اوريدي اتعمل في مشروعات معانا يعني، وكان ايه كان يعني في ناس بتاخد ال اللهم صل على بشير النذير، بتاخد الاندايركت كوست ده كنسبه او نسبه تقريبيه من الدايركت، ابدا ابدا، كان دايما وهو بيشتغل عامل اندايركت كوست عاملها بريك داون برضه خلاص، طبعا دي بيدخل فيها ريسك مانجمنت. وبرضه انا عايز اقول حاجه برضه عشان برضه ان نبقى يعني منصفين، ان احسن حاجه بيكسب بيها المقاول هو الريسك، يعني طالما لسه الناس مش مستوعبه اهميه الريسك مانجمنت للمشروعات، ان المقاول وهو بيدرس مشروعه بيحط ذا ورست سيناريو فور ريسك، فبيلاقي السعر بتاعه هو بيحط انا مالي عامل حساب الاسمنت هيزيد، انا بحط بحساب الاسمنت هيقل، حط رغم العماله هتزيد مش العماله هتقل، فمجموعه الريسك اسامبشنز اللي هو بيحطها دي احد الاسباب اللي هو وما يقدرش ما يحطهاش، لو ما حطهاش يبقى غلطان، فهو المكسب. عشان كده دي مسار كانت نقطه برضه مناقشه، وانا يعني انا الكلام ده انا عارفه من 99 واتكلمت عليه قبل كده برضه في ريبورت كان عامله واحد مستر مايكل لاتم، كان في انجلترا في اليو كي، وعمل حاجه اسمها ايه كونستراكتنج ذا تيم، ده بيبر انا دخت عليه يعني ما شاء الله عليك من سنتين ثلاثه بس لقيته على الـ على الـ الـ على النت يعني، فاثبت للحكومه البريطانيه ان لو خلى الريسك على جانب المالك او على جانب الطرف الاول المشروعات بتقل، وفعلا حصل وطبقوها والمشروعات بتقل البرايس بتاعها مش اقل من 25 ل 30%، وده انا بقول لحضراتكم لعندي خبره حياه وخبره ايام ودراسات و الى اخره. لو الكالتشر اتغيرت وبقى اي ريسك يحصل على جانب الطرف الاول اللي هو المالك، الاسعار هتقل لا يقل عن 25 30%، ومش بقول اسعار برضه لو يعني مع حدوث الريسك، لان الريسك ماش ده قصه برضه موضوع ثاني، وده برضه ممكن ان احنا نعمل عليه برضه برزنتيشن، بس اما شو الوقت هيهمنا لغايه فين. ان الريسك مانجمنت ده المقاول مكسبه الاساسي من دراسه الريسك بتاعه. فانا لو بروجكت ما لو بي ام او وبدرس الريسك وبعمله صح والكلاينت او الفيرست بارتي الطرف الاول يقول والله اي ريسك ما مش واضح يعني ما يجيش يقول لي مثلا مش واضح في الشغل وتحط، انا بقول لك ايه اذا الاسمنت زاد كذا يبقى انا بس انا عامل حسابي من الاول خالص ان الاسمنت هيزيد، حطيت الكاست بتاعي عشان كده. عشان كده برضو حاليا في القانون المصري ان اي عقد بتعمل ريفايزد برايسز كل 3 شهور، حقك كمقاول كل 3 شهور، ما اعرفش ناس كتير عارفه الكلام ده ومش عارفاه، انا شخصيا ما اتعرفش عليه الا من حوالي 3 سنين يعني، اللي هو في الكونتاكس اخر كونتاكس اللي هي مش 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 فاكر الرقم بالظبط عشان ايه ما بقاش بقول اي حاجه يعني. انما الكونتراكت دلوقتي المصري من حقك كمقاول انك في خلال في انك كل 3 شهور لو سعر ال السلام عليكم دكتور حسين. امرني. صوت عند حضرتك يا دكتور تقريبا. الصوت ايه؟ الصوت عندي بيفصل؟ في مشكلة. مش عارف في الانترنت ولا في بس يعني المايك تقريبا يعني انت صوتك مش واضح يا محمود، طب اسال كده الناس كده شوف هل الصوت ماشي ولا لا، اسال كده الصوت واضح الصوت واضح تمام واضح آه. تمام الصوت كويس تمام طيب المهم كنا بنقول ايه بقى، فكرني انت بقى يا محمود، انا فاكر بس يعني بس انا عايز اشوف مدى كنا بنقول ايه، هو للاسف الصوت قطع عندي فانا مش كنت طيب. فاكر ان الصوت قطع عند الكل، ف كنا بنقول ان المقاول بيزيكلي بيكسب من الريسك اكثر.
اكتر من اي حاجه ثانيه. لا انا ببيع حوالي الريسك بتاعه من الاول ان الاعمال هتزيد او الى اخره. عشان كده القانون المصري دلوقتي ان انت من حقك ان انت في كل 3 شهور، وده موجود وابلايد في المشروعات كلها من اول لاخرها، ومن اول اللي فاهم طبعا بايه. بس يعني انا خبرتي كانت مع شركات كبيره ومع الحكومه، فدي كانت كل 6 شهور بيتشاف يعني السولر زاد بكميه قد ايه، وعن كل مثلا بيرسنت بيزيد سعر كذا. ده في الكونتراكت مانجمنت. هنشوف برضو اذا قدرنا نعمل حاجه نبسط حاجه في الوقت ده ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا قلنا السايت بتتكلم كل دي تيت هاوس اوف بارتيكولار اليمنتس اوف سايت ليتل كوست ريكوايرد تو ارايف ات ان اكيوريت استيميت اوف ذيس كوست. فبتبقى ايه تحليل التحليل التحليل التفصيلي للالمس دي كلها بتاع السايت ليتل كوست ريكوايرد تو ارايف ان اكيوريت استيميت ليتل كوست اوف ذيس كوست. ما ضربوش كده وخلاص، لان ايه لو اتضرب ما هو السوق مليان ناس تانية كتيره خلاص، هيبقى عندك المنافسين بتوعك ممكن يكسبوك، فده برضه لازم يتعمل صح. يعني ده ما تقعش من ضمن الريسك اللي هي اللي على جانب على جانب المالك او على جانب الطرف الاول. لا يعني اللي جاي على الطرف الاول اللي هي الريسك اللي انت زياده مثلا الاسعار، زياده العماله، رفع الضرائب، الكلام ده كله واخره، لان المقاول اصلا بيفترض أسوأ انواع الريسك في الحاجات دي بانواع الاخر. However, companies used to develop their own forms and checklists for estimating these costs. Those costs, these overhead costs are estimated to be between 5 and 15% of the total project direct cost. The project overhead. زي ما كنا بنتكلم دلوقتي بقول ايه ان البروجكت مثلا بيبقى عندهم يعني 5-6%، لا البروجكت يعني من 7-10%، وحوالي 5-6% في الايه في ده الحاجات اللي هي المتعارف عليها او اللي هي يعني عادي يعني في الايه في الـ في الـ في الـ في الاوفر في الـ في الـ في الكاربوريت كوست، يعني سواء بقى جوه بورتفوليو جوه بروجكتس جوه كاربوريت. الجنرال اوفر هيد ذا كوست ذات كان نوت بي دايركتلي اتريبيوتد ات سبيسيفيك بروجكت كول جنرال اوفر هيد، اللي هي اي كوست اللي مش محدده هنا. بقى هنا الموضوع طلع بينا شويه، لو انا المصاريف اللي انا دفعتها مش لمشروع لوحده يبقى لازم تبقى جنرال اوفر هيد على جميع المشروعات. يعني مثلا انا مدير عام وايه عامل الديلي كوست بتاع العربيه بتاعتي سي 1000 جنيه ولفيت بيها على كذا مشروع، لا يبقى هنا دي جنرال اوفر هيد. ليه جنرال اوفر هيد؟ عشان دي انا ما بروحش بيها مشروع واحد، انما مدير المشروع لو هو انا جايب له عربيه كشركه لا يبقى الايه الدايركت دي دايركت للبروجكت نفسه، دي بتتحط على الايه على الاندايركت كوست بتاع ايه بتاع البروجكت. وصلت النقطة؟ يعني الحاجة اللي بتستخدم لمشروع واحد لوحده دي الايه؟ الدايركت اندايركت كوست بتاع المشروع. لو هي حاجة متقسمة على بروجكتس على كذا بروجكتس يبقى ايه على البروجكت. تطلع بعد كده لو هو بروجرام يبقى ايه؟ يبقى يعني ممكن مدير البروجرام معاه بيصرف حاجات معينة البروجرام على بعضه. دعاية، مصاريف، تسكين والى اخره، يبقى تحط تقسم على ايه؟ على كل بروجكت على حاجه. لو بورتفوليو، بورتفوليو دي مقربه من الايه من الكاربورت، دي الاندايركت كوست بتبقى ايه اعلى من الايه من الاندايركت كوست بتاع البروجكت. These are the costs that you to support the overall company activities. They represent the cost of the head office expenses، شوف ايه head office expenses، المانجرز، الدايركتورز، الديزاين انجينيرز، السكيدولرز. انا ممكن ان ابقى انا عندي تكنيكال اوفيس بيعمل ديزاين انجينيرز في الاوفيس خلاص، فده ايه بيتقسم برضو على الايه على البروجكتس عموما. السكيدولرز يعني ممكن انا عندي سكيدول يعني ايه مع اللي هو البلاننج مانجر او اللي هو الفانكشنال بقى اللي هو في الشركه
بلاننج مانجر ايه هيتحط، يعني بتسال يعني الكوست اللي بيتصرف عليه هيتوزع على ايه؟ على كل الشركه اكسترا. Continuous observation of the company expenses will give a good idea of estimating reasonable values for the general overhead expenses. مراقبة المصروفات بتاعت الشركة أكيد فكرة كويسة قوي عم يعمل estimating reasonable values for the general overhead expenses. تمام؟ طيب. هنا بقى نخلي بالنا من حاجة بقى. Generally, the general overhead for a specific contract can be estimated to be between 2% and 5% of the contract direct cost. General overhead اللي بنتكلم عليها دي من 2 ل 5. هي الحقيقة غالبية الشركات by experience ثابت تخليها 5% اللي هو اللي هي على الكارت اللي هي الايه الجنرال overhead. بس الحقيقة اللي هو الشاطر اللي عايز يعني يعمل الموضوع صح لازم يعمل بريك داون من الأول خالص. خالص. مصاريف كذا، سكن كذا، مكافآت كذا، يبقى عاملها وعاملها استيميشن عشان يبقى لما يجي يعمل الكوست كنترول يبقى كل ايتم قدامه على حده خلاص. انما ما فيهاش تاخد بقى بيرسنت وبتقعد تصرف وتخلص وتعمل بقى يعني ايه، ما بتبقاش بريسايز. وانا بتكلم عن تجربه، انا مش بتكلم عن 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 كلام لا كلام شفنا كده وشفنا كده. The amount of the general overhead that should be allocated to a specific project equals. يعني لو انا عندي general overhead اللي هي تعمل لها allocation بقى على project معاها واحد بقى، يبقى ال project direct cost في ال general overhead of the company in a year على ال expected sum of their cost of all projects during the year. شفت هنا باينه ال question اهي. هي الحقيقه ايه؟ ال expected sum of direct cost زي ما قلنا of all projects during the year، مش ال project value، لا حجم ال direct cost اللي اتصرف على كل المشروعات في سنه. يعني انا المشروع ده صرف مثلا طول السنه مثلا 20 مليون، الثاني صرف 30 مليون، الثالث صرف 60 مليون، مجموع اللي صرف ال direct cost، ال direct cost خلي بالنا مش صرف مش ال indirect، لا ال direct cost خلاص. عشان احدد بقى الاندايركت كوست يعني النسب المشروع يتحط له اوفر هيد كام، يبقى البروجكت دايركت كوست على التوتال دايركت كوست بتاع كل المشروعات خلال السنه خلي بالك، او خلال الفتره الزمنيه اللي بحسب عليها ممكن يبقى خلال الشهر. في الجنرال اوفر هيد اوف ذا كومباني ان هير، لو انا بحسب للير يبقى اوفر هيد اوف ذا كومباني ان هير، لو انا بحسب للشهر بقى ايه؟ يبقى بروجكت دايركت كوست خلال الشهر مع الـ expected sum of their cost خلال الشهر بتاع company ايه؟ خلال ايه؟ الشهر. وصلت الفكره؟ يعني نسبه تناسب ايه المشروعات في 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 المده الزمنيه اللي بعمل فيها الايه؟ ال estimation يعني او الـ cost control. طيب هنا بقى ايه سام ايكويشنز على الكوست كنترول. احنا فاضل لنا قد ايه دلوقتي؟ احنا في 48. بسم الله الرحمن الرحيم، قربنا نخلص ال كويس 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 كويس. اه هو شويه ايكويشنز كده هيبقى نبتدي المثال المحلول بقى. فاحنا ايه هنشوف. طيب التوتال دايركت كوست سيجما ريسورسز دايركت كوست اللي هو ايه؟ دايركت كوست اللي هو سيجما ريسورسز اللي هو ايه؟ ماتيريال باور ماشينري، مش كده؟ بيدخل فيها دخل معانا هنا مين النهارده بقى اللي هو الايه؟ اللي هو الكونتراكتور. لو الكونتراكتور والله كونتراكتور بتاع مصنعيات بيدخل من ضمن الـ 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 العماله. لو هو يعني واخد مثلا بآلاته زي ما بنقول مثلا، واخدها مثلا خرسانه نظاره وحدات وصب البند معين، يبقى هو مقاول، يبقى هو مش هيقدر البريك داون في الكوست نفسه هيبقى ايه؟ شامل الموضوع على بعضه يعني. التوتال اندايركت كوست اوفر هيد سيجما بروجكت اوفر هيد
من 10 ل 20% زائد الاوفيس اوفر هيد كام؟ 5 ل 10%. هو قال الكلام ده نخلي بالنا يعني هو مش مبالغ فيه، بس هو عاده هو بيبقى ال 10 لما الناس بتحسب الناس العاديين يعني من 10 ل 5%. بس نلاحظ حاجه، انت احيانا بتيجي تبص تعمل حاجه بتلاقي الاوفر هيد او الاندايركت كوست اكتر من الدايركت كوست بتاعك. وافتكر وقع دمها خفيف جدا، يعني واحد مهندس صديق من زمان قريب من زمان يعني كان اشتغل في برضه بلاش مش عايز اقول اسم البلد يعني يعني في مكان في الخليج يعني بلد من دول الخليج. كان شركه مقاولات وبيعمل ايه؟ بيعملوا قصر لواحد من المهمين قوي، مش عايز اقول امراء او ملوك او بتاع يعني حد من المهمين بيعمل قصر فوق الجبل. طيب عشان انقل الخامات، هي حصل اهم حاجه حاجه بيرسونال، بس انا كنت ايه كنت يعني مالك، بس اقول لكم دي الحادثه الواقعه دي، وانا يعني ايه يعني اتبسطت منه الحقيقه، كان حل جميل جدا. فعايزين يطلعوا الحاجه فوق هيعملوا ايه؟ يجيبوا طيارات هليكوبتر، يجيبوا عربيات فور ويلز ويوضبوا الطريق اللي على الجبل، يعني قصص قعدوا يعني فكروا في 60 حل اللي هو كلها حلول مكلفه جدا جدا جدا. ف صدقنا بقى المصري عمل ايه؟ عشان تعرفوا ان التصرف انت مش لازم تبص في حاجه معقده او سوفيستيكيتد او الى اخره. فكر في فكره جميله جدا بس يعني ايه مش عايز حد يتريق. اشترى على ما مش فاكر الرقم قد ايه، اعتقد كان اشترى 50 لا مؤاخذه يعني حمار، وجاب لهم واحد يراعيهم، فكان عنده كتيبه من الحمير. الحمير دي كان بيحمل عليها الماتيريال واي حاجه طلعها يطلعها لفوق، وفي اخر المشروع باع الحميه دي فكانه ما صرفش حاجه. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ يعني دي دايما انا بفتكر الموضوع ده وبضحك، لان انا مع تقريبا ما مرتش عليا وانا ما عملتهاش وما فكرتش فيها، فبنسيبها لصاحبها. واحد صديقنا وزميلنا وموجود لغايه دلوقتي احد الناس الممتازين واللي انا ايه بقدرهم الحقيقه يعني. فعمل هذه العمله ف يعني طب ناس كتير هتضحك، لكن ده واقع، ده حصل. ان هيعمل ايه؟ كان قدامه يا طلع بهليكوبتر بقى، يا اقعد اعمل طريق دائري حلزوني كده لغايه ما اوصل للوكيشن فوق، يعني كل انواع الافكار اللي هي يعني المباشره. لا لا تخرج بره الصندوق وفكر. فهو يعني ايه كل كلفه ايه؟ واحد يعني ياخد خلي باله من الكتيبه اللي عملها وثمن البرسيم اللي بياكلوه، اهو ولو حد فيهم مات في السكه اهو يعني اهو يبقى ايه معرض لاي حاجه. فالمهم ان احنا يعني ايه يعني ما يعني ناخد الموضوع بتبسيط ونفكر دايما ندخل خارج الصندوق وما نستعيبش ان احنا يعني مثلا اوقات كتيره جدا، ودي منظر انا شفته بعيني برضه في مشروع انا كان هنا في اسكندريه. مشروع ما فيهوش ونش، كان بيبني عمارات 11 12 دور ما فيهوش ونش، عمال واقفين بيلفوا بعض زي ما بيقولوا الصعايده، عاملين حبل في الشغل اللي هو اللي بيبقى فيه عمال كده، الكلام ده انا كنت بتعلمه من زمان في الصيف، حاجه اسمها حبل بيوصل العرق مثلا من الارضي للاول، واحد الاول بيوصل من الاول للثاني او للثالث وهكذا. يعني توصيل عن طريق البشر نفسها، واضح ان صاحب الشغل حسبها وعملها واشتغل من غير اوفر هيد كرين ولا حاجه من دي خالص. بس يعني انا قصدي دايما فكر خارج الصندوق وما يعيبش حد، يعني مش ده متخلف، لا انا ممكن اشتري او اجر اوفر هيد كريم والاقي ان تكلفته بقت اربع خمس اضعاف لو انا شغلت العماله. مثلا في الهند، ودي واقعه دي برضه معروفه، كانوا بيعملوا مصنع اعتقد مصنع فوسفات او مصنع حاجه، ما جابوش كسرات، ما جابوش كسرات للرو ماتيريال، جابوا ناس تكسر مانوال. فيعني ايه انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان دايما افكر بخارج الصندوق، ما اربطش نفسي بقى ده انا لازم ابقى مش عارف ايه، وفي نفس الوقت المشروع اللي انا فيه ده احط له الليتست تايب اوف كنترولز، احط فيه اللي هي الكاميرات اللي انا اراقبه واديره وانا قاعد في امريكا. بس يعني قصدي ان انا يبقى ايه اخطأ بره الصندوق وافكر صح
وافكر بشكل اللي هو احسن حاجه اقتصاديه بالنسبه لي. فمعلش انا يعني انا مش ببالغ ولا بجامل، اقول لكم حاجه من الطبيعه، من 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 واقع الطبيعه، من واقع التفكير ومن واقع التنفيذ. يعني ريسك استيميشن فور كريتيكال اكتيفيتيز اند ريسورسز اونر تشينج اوردر فروم 0 تو 25. ده بقى اللي هي الريسك برضه اللي بيحط المقاول، المقاول اللي بيدرس صح. في ناس كتير ما بتاخدش بالها من الحته دي. طيب انا لما باجي اعمل في البروجكت كوستنج من الاول خالص بعمل حسابي على ايه؟ البنود المؤثره عندي دي كلها هتتنفذ. طيب في بند دايما في العقود بيقول ايه؟ بيقول يحق للطرف الاول انه يزود 25% او يقلل 25% من قيمه المشروع بدون تغيير اسعار. مش كده؟ طيب البند ده لوحده طبعا المقاول عامل حسابه انه هينفذ كله. طيب لو هو بقى في الريسك مانجمنت بتاعه ما حطش احتمال ان يشال ب 25%، لو هو حاطط الاسعار بتاعته على الحروخروخ زي ما بيقولوا هيخسر. ليه؟ هيبقى عنده 25% من البروجكت بتاع المشروع، لو هو كان عامل حساب انه هيكسب مثلا 10 مليون هيكسب 7 مليون ونص. ال 7 مليون ونص دول ممكن يسببوا له خساره. صح؟ وصل الرساله؟ فيبقى اذا هو من حق، يبقى في هنا في ريسك هنا ان الاونر ايه؟ يا يزود 25%. يعني انا في رايي لو ده 25% وانا دارس صح ودارس معاه الريسك بتاعي صح ما تفرقش معايا، انما لو قل 25% وانا دراسي على الحركرك قطعا هيبقى في خساره للمقاول. انا بتكلم يعني يا رب يكون كلامي واصل. يعني انا بتكلم يعني ميكسينج ما بين العلوم اللي هي هارولد كيرشنر بقى والناس كلها الكبار بتوع المانجمنت اللي احنا بنقرا لهم او بنسمع لهم، وبين الطبيعه الحقيقيه. الطبيعه الحقيقيه اللي هي بتبدا من يعني من الانسان اللي بيشيل على كتفه لغايه اللي هي بيشتغل كل حاجه بالريموت كنترول. طيب الكوست كنترول هنا دي كل دي حاجات ايه؟ دي ايكويشنز يعني كوست كنترول وشرح وانا بشتغل تيجي ازاي. التوتال كوست عباره عن دايركت كوست زائد الاندايركت كوست زائد الريسك استيميشن. ما هو ده الريسك دلوقتي بقت اليمنت اساسي جدا. الريسك برضه ده موضوع جميل، ويعني ممكن برضه نعمل فيه برضه برزنتيشن، او اعتقد انا عامل برزنتيشن قبل كده بس طبعا ما ينفعش دلوقتي، لازم يتحط فيه الريسك سيستمز بقى، لان الريسك بقى موضوع اساسي بيتحط في كل حاجه. لو انت بتعمل ايزو محطوط لك ريسك، وانت بتعمل في الـ في الـ في الـ في الـ في كل انواع الشهادات دلوقتي محطوط ريسك مانجمنت بشكل متعمق. انما انا في رايي الشخصي ان احسن انواع دراسه الريسك ان المقاول لا يتحمل الا الريسك ما يتعلق بالاوبريشن بتاعه هو، انما اي حاجه في الـ في الـ من الـ من لا طبعا زي ما بنقول دايما. وده بقى ايه التكامل بتاع دراسه اداره المشروعات. اذا احنا عندنا ثلاثه انفايرمنت اتكلمنا عليهم قبل كده، عندك الانترنال انفايرمنت بتاع البروجكت، عندك الاكسترنال انفايرمنت في حاجتين اللي الايه المايكرو انفايرمنت والماكرو انفايرمنت. ان اي ريسك، وانا رايي الشخصي كده برضه، في ناس كتير برضه مش مقتنعه بس كامله، لكن انا يعني انا بكون رايي، بقول الحاجه اللي تبقى في رايي بقول ادي رايي، واللي هي دي تسويها في صمب ودي متاخده من كتب ومتاخده من مراجع موثوق فيها بقول على طول. يعني لا بدعي حاجه لنفسي زياده ولا بدعي ان 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 يعني اللي انا بفكر فيه بقوله عشان برضه يبقى قابل للمناقشه، قابل ان اي حد عايز يقول فيه يقول، ما فيش مشكله خالص. فاللي عايز اقوله ايه؟ انا في رايي الشخصي ان المقاول لا يتحمل الا الريسك الخاص بالمشروع نفسه. اي حاجه لو رجعنا ودي بقى دي ما اعرفش، في ناس كتير ما بتربطش ما بين، يعني دايما بقول هذا كلام في المؤتمرات او في المناقشات او اي حاجه، ان لازم البروجكت انفايرمنت انترنال والمايكرو والماكرو لازم تدخل من ضمن انواع الريسك، لازم تتقسم.
الريسك اللي ما يتعلق جوه البروجكت بالانترنال بالانفايرمنت بتاع البروجكت يشيلوا النقاوي ماشي ويدرسوا ويخشوا. انما هو متعلق بقى بالمايكرو والماكرو انفايرمنت مش عارف الحكومه الحرب مش عارف الاقتصاد اللي مش عارف من اول اخره ده لازم تبقى بره المقاول بالكامل. يعني المقاول لو حطها كريسك سعره بيزيد طبعا مش مقاول واحد. يعني واحد زي مايكل لاتم ده عبقري عمل هذا الكلام وفعلا الكوست بتاع المشروعات او البرايس بتاع المشروعات نزل مش اقل 25 30% واللي عايز يطلع يدخل على الـ على الـ على الـ جوجل ويكتب ايه سير مايكل لاتم كونستراكتنج ذا تيم او كونستراكتنج ذا تيم باي سير مايكل لاتم هيلاقي ريبورت جميل جدا ويقراه وايه وايه. واذا في عمر ووقت نبقى ان شاء الله نبقى ايه حتى نستعرضه مع بعض ان شاء الله اذا كان في عمر يعني ان شاء الله. بس برضه اللي عايز برضه يبحث سير مايكل لاتم كونستراكتنج ذا تيم بروفيت فروم 10 تو 20% فور نورمال بروجكتس البروفيت حتى 10 20% فور نورمال بروجكت. هنا بقى يجي الجمال بقى بتاع الايه بتاع شغل المقاولات اللي هو ايه. انت لما بتيجي تحسب البروفيت بتاعك تحسبه على ايه؟ على التوتال كوست صح؟ لما بتقول انت كسبت 10 من 20% من ايه؟ من القيمه الكليه للمشروع. طب هل انت بتستثمر عشان انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان نعرف الانتجريشن ما بين عناصر مختلفه في اداره المشروع. البروفيت هنا من 10 20% من الايه؟ من النورمال بروجكت من التوتال فاليو بتاعت البروجكت. مش من راس المال خلي بالنا. يعني انا دلوقتي لو انا معايا مثلا سي 100,000 جنيه وعايز احطهم في بنك اقصى حاجه هيديني كام؟ 12% سكي. ما انا لو البروفيت بتاعي كمقاول من 10 20% من راس مالي ما ادفعش في المقاولات اروح احط فلوسي في البنك اعملها دولارات واحطها في بنك اشتري دهب ما اشتغلش. انما هنا ما هوش 10 20% من الكابيتال. الكابيتال بيجي منين بقى؟ عشان نبقى فاهمين يعني المقاول ما بيعمل دراسه يعمل اللي هي دراسه بقى الايه السوق العقاريه بتاعته عشان كده بقول لك الانتجريشن البروجكت مانجر حاجات كلها بسيطه وراكبه في بعضها بس المعارف بتاعتها وانك تعرف تعملها دي مهمه جدا لان بتحسسك جنيه ممكن 20 25 مليون جنيه شغلوه كويس قوي. فالبروفيت بتاعه هيبقى من 10 20% من ايه؟ من ال 100 مليون جنيه مش او من ال 80 مثلا ولا حاجه اللي هو الاكشن كوست بقى خلاص. يبقى هو كسب كام؟ 20 مليون. طيب لو هي فلوس بقى اللي هو ال 25 لو انا ال 25 مليون بتوعي بيقول لي انا كراس مال حطيتهم في المشروع وصرفتهم وخلي بالنا لوقت معين لان انت لما بتيجي تعمل الكاش ان وكاش اوت عند لحظه من اللحظات انت خلاص انت في الاول بس محتاج تحط فلوس في الاول في الشهرين ثلاثه اولانيين وبعد كده بيبتدي المسافه ما بين الكاش ان والكاش اوت بتقل. في لحظه من اللحظات هتلاقي الكاش ان بتاعك اعلى من الكاش اوت. دي برضه ده موضوع جميل اللي هو الدراسات الفاينانشال ستاديز او الكلام ده ودي برضه جميله من الحاجات اللي هي برضه ايه انا برضه بحب اقول الكلام ده برضه احنا ماشيين كده عشان نعرف ان اداره المشروع ده انتجريشن في حاجات كتير قوي. يعني هم بنقول اه الفور فانكشنز اوف مانجمنت بتطبق على الايه؟ على الفور امز. في موضوعات يعني هي مبسطه والموضوعات كلها واجهه اقسامها هتبقى بسيطه جدا لكن كتير والنولج جميل ومحتاج خبره ومحتاج صبر ومحتاج نسمع ونصدق الكلام اللي بيتقال لنا واي حد بيقول لنا حاجه نسمعها وكما بيقول امرار عدو ما يجهل. اذا حد صاحب شركه او مقاول او الى اخره
في ناس كتير ما بتحبش تسمع الكلام ده او ما بتقتنعش بيه لانه ما عداش عليها ما عملتوش، لكن ده طبعا يعني كلام مش ايه، ودي كلام براكتيكال برضه من الحياه يعني. يعني مش اي حد هتقعد تكلمه الكلام ده وهيقدره وهيفهمه وهيقول يعني لا خلاص يعني. المهم نوصل يعني وصلت ان انا ان ال 10% 20% في النورمال بروجكتس دي البروفيت، ان ده ممتاز ممتاز. يعني اللي بيعمل 7 8 نت بروفيت بعد الضرايب وبعد الكلام ده كله والاخره يبقى محترم وقوي. بس انا خليني هو ده ايه ده المارجن الماشي في السوق اللي هو 10% في النورمال برايس. البرايس بيساوي التوتال كوست زائد الايه زائد البروفيت اللي هو السعر بقى. احنا بنعمل اصلا ايه؟ كوست مارجن مش برايس مارجن. البرايس ده يختلف، ده يختلف من وقت لاخر. انا يعني الكوست مارجن هو ده اللي بي ايه؟ اللي بيهمنا. البرايس بيهمنا في ايه؟ في الكاش ان. ان انا بدي الكاش ان بتاعي الكاش ان داخل لي على اساس البرايس. انما الكاش اوت قايم على اساس ايه؟ الكوست. دي نقطة ثانية. ماشي؟ المارك اب اللي هو الاوفيس اوفر هيد والبروفيت من 15 ل 30%. هنا بقى الاوفر الاوفيس اوفر هيد والبروفيت 15 ل 30%. يعني ازود 5 هنا وازود 10 هنا. اللي هو المارك اب بتاع المشروع. طيب. ارجو ان يكون الكلام يعني مبسط وواصل يعني يعني ما يعني يعني ايه ما فيش حاجه يعني صعبه ولا في حاجه معقده ولا في حاجه يعني. هلا البروفيت يعني ايه البروفيت؟ الريفينيو بلس التوتال كوست اللي هو الريفينيو اللي داخل لي. يعني انا التوتال بتاع البروفيت بتاعي لو انا بعمل ايتمايزد ان انا في الاخر قيمه المشروع ده كام؟ سي 100 مليون انا صرفت عليه كام؟ اوكي طيب لسه على كذا. يبقى الضرايب دي والاكسبكتد اي حاجه يعني بتدخل في الايه؟ مع الايه؟ مع التوتال كوست. خلي بالنا هنا خلاص. يبقى انا البروفيت بتاعي اللي هو كل ما خرج من جيبي ده ككوست خلاص ناقص الريفينيو اللي هو الايه؟ اللي هو قايم على الايه؟ على البرايس مش قايم على الكوست خلاص. البرسنتج بروفيت بتساوي الريفينيو على التوتال كوست. اشوف هنا بروفيت بيبقى ايه؟ الريفينيو على التوتال كوست التوتال اللي انا دفعته. حتى دي برضه حلوه. ليه؟ هو التوتال كوست بتاعك عندك سبلايرز وعندك سب مبلين البطن وعندك 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 وبتحصل على الكلام ده كله اللي انت اصلا ما دفعتوش مره واحده. اللي ماشي معاك اللي هو ايه؟ الكوست اللي هو ايه؟ ماشي بالتايم. خلاص؟ الفاليو ادد reflects the internal resources utilization and revenue not external resources. فاكرين كان في سلايد في الاول احنا كنا عليها الفاليو ادد اللي هي internal resources بتاعتي اللي هو revenue ناقص الايه؟ الاكسترنال resources. الاكسترنال resources اللي هي ايه؟ الماتيريال اللي انا اشتريتها او مقاولين الباطن الحاجات اللي هي جبتها من بره. انما انا استخدمت مثلا المعدات اللي في الشركه، استخدمت الادوات اللي عندي في الشركه، الاسس بتاعتي في الشركه، دي ايه؟ بتبقى الايه؟ الفاليو ادد للمشروع من الحاجات اللي عندي اكسترنال ريسورسز. اكسترنال ريسورسز لو انا جبت مقاول باطن من بره، لو انا جبت اي حاجه من بره او ماتيريال او اي حاجه بشيلها من الريفينيو، بشيلها من الريفينيو وبقسمها على الريفينيو يطلع لي ايه؟ الفاليو ايه ادد. ان في الصفحه اللي كانت خضراء كده يبان فيها كلام ده مشروع كويس قوي. طيب هو الكوست كنترول بيبدو ان هو في حاجات كتير. هو الحاجات دي كلها يعني ليك انت بقى لو انت هتتخصص يعني هو ابسط من كده. يعني قلنا لو انت بتعمل استيميشن سريع ماشي على مثلا المشروع مصاريف مثلا 10% للسايت اندايركت سهل حسب حسابه قيمه كذا 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 كذا. وبعدين المشروع مثلا 10% عليه ماشي الحال. وبعدين ايه الشركه لها 5% وبعدين بقى اخد التوتال ده كله واروح اعمل له ايه؟ المكسب بتاعي. فده يعني المارجن فاكتور فليكس اوفر هيد يوتيلايزيشن ريفينيو بلس توتال دايركت كوست. البرسنتج مارجن فاكتور اللي هو ايه بقى ايه؟ الريفينيو بلس توتال دايركت كوست على الريفينيو. خلاص؟ الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورد. هنا بقى ايه؟ دي تيرمز
اللي هي معروفه من زمان قبل ما نقول بنتكلم في الايه في الايرند فاليو. يعني الاكل وست اوف بيرفورم دي لها الايرند فاليو. البادجت ات كوست او بادجت ات كومبليشن اللي هي الايه المخطط او المتوقع ات كومبليشن. الاكشن كوست اوف بيرفورم اللي هي التكلفه الفعليه للشغل الايه الذي تم يعني. طيب البادجت كوست اوف بيرفورم بتساوي الايه الايرند فاليو، دي اللي حولت بقى اسمها ايرند فاليو. زمان اول ما كانش تطلع كلمه ايرند فاليو لسه، اول ما بدانا نحسب هذا الكلام البادجت كوست اوف بيرفورم. يعني في ناس لما بقول لهم بادجت اوف بيرفورم بيضحكوا عليا بيقولوا انت اصلا انت عجوز بقى في السنه بتاع زمان، بس انا عارف ان هي دي زي دي. بس هي البادجت كوست اوف بيرفورم دي بتسهل لك تعرف يعني ايه الايرند فاليو، اللي هي البادجت كوست اوف بيرفورم اللي هي القيمه المخططه او المقدره للشغل اللي خلص، اللي هي الايرند فاليو اللي هي الايه القيمه المكتسبه اللي هي الايرند فاليو. بادجت كوست اوف ورك سكيدولد اللي هي بقى ايه القيمه المخططه، البادجت كوست اوف ورك سكيدولد. يعني انا كنت مخطط لغايه النهارده اعمل شغل قد ايه وقيمته قد ايه. خلاص دي ده بيدخل معاهم ثلاثه فاكتورز يعني من اللي هم البادجت كوست اوف ورك بيرفورم وبادجت كوست اوف ورك سكيدولد واللي قبلها اللي هي الايه البريفيوس اللي هي ايه البادجت كوست اوف ورك سكيدولد البادجت اوف بيرفورم البادجت كوست اوف ورك سكيدولد. تمام. طيب الايرنز فاليو اللي هي البادجت كوست اوف ورك بيرفورم البرسنت كومبليت اللي هي ال 100 النسبه المئويه اللي خلصت قد ايه؟ ال 100 في البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد على التوتال بادجت كوست. انا التوتال بادجت كوست بتاع المشروع قد ايه؟ كذا اللي هو اللي انا عامله اصلا واللي انا عمال بادجتنج الكوستنج بتاعي. لو ضربت 100 في البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد الورك اللي انا خلصته عامل البادجت كوست بتاعه وقسمته في البادجت كوست هيديني نسبه. انا خلصت نسبه كام من الايه؟ من المشروع اضربها في 100 يبقى نسبه الايه؟ البرسنتج كومبليت. واضحه؟ سهل ان شاء الله. طيب البلان فاليو اللي هي الايه؟ البادجت كوست اوف سكيدول الشغل المخطط. بمعنى ايه؟ انا لغايه النهارده كنت هخلص مثلا كميه خرسانه كذا، كميه نجاره كذا، حداده كذا، عملت كل الخيرها كلها من اول الخيرها وعامل لها ايه؟ بادجت كوست. خلاص؟ ده التخطيط بتاعي. طب انا عملت الكلام ده كله وعملت له ايه؟ بادجت كوست اوف سكيدول بتاعه ده اسمه ايه؟ البلان فاليو. برضه دي في الايرنت فاليو الحديثه بتطلع كلمه بلان فاليو اللي هي ايه؟ البريتد كوست اوف ورك بيرفورم. فدي ايه؟ بتبين لي بسرعه ايه الموضوع اللي هي القيمه المخططه للشغل اللي تم. لو انا القيمه المخططه بتاعت الشغل اللي تم هي نفسها القيمه المخططه بتاعت الشغل المخطط يبقى انا قايل السكيدول بتاعي كويس. هتبان بعد هنشرحها يعني. ال SPI Schedule Performance Index اللي هي الاندكس اللي هو الاندكس ده نسبه دايما نسبه مئويه عباره عن ايه؟ البادجت كوست اوف ورك بيرفورم على البادجت كوست اوف ورك سكيدول. لا دلوقتي انا بعمل بادجت كوست الايه؟ الشغل اللي تم على بادجت كوست الورك الايه؟ المخطط. لو قسمت دي على دي هيطلع لي ايه؟ مده او قيمه مده الكوست اللي هو Schedule Performance Index اللي هو الاس بي اي. يعني هو دلوقتي لما ده دي التعريفات القديمه بتاعتنا اللي هم الشباب اللي زينا يعني كنا بنستخدم بيها زمان قبل ما الايرن فاليو. فدي بتسهل. خلاص السكيدول فاريانس بقى عباره عن ايه؟ الفاريانس. في فرق بين الاندكس والفاريانس. الاندكس دي نسبه نسبه النسبه لو هي 1 بوينت حاجه يبقى الدنيا ماشيه كويس. يعني لو الاس بي اي لو السكيدول بيرفورمانس اندكس 1 او ازيد يعني الورك بادجت اوف ورك بيرفورم زياده على البادجت كوست اوف ورك سكيدول يبقى ممتاز. خلاص يبقى انا ايه 1 بوينت حاجه يبقى انا السكيدول بتاعي كويس. لو سكيدول فاريانس هنا عباره ايه بادجت كوست اوف ورك بيرفورم ناقص بادجت كوست اوف ورك ايه سكيدول. ماشي الحل؟ طيب ندخل بعد كده على ايه؟ على الكوست كنترول المثال المحلول بقى لمراقبه التكاليف.
مطلوب دراسة بند تمديد كابلات جهد متوسط من ناحية تحديد الأعمال لهذا البند، وحساب التكاليف للتقدم في عطاء، ثم حساب التكاليف المخططة للمتابعة، ثم عمل نظام مراقبة التكاليف أثناء التنفيذ. أنا هنا بقى أنا اللي هستسمحكم إن ناخد 5 دقايق، لأن التليفون اللي جاني ده أنا لازم إيه أبعت حاجة، فهستسمحكم أقل من 5 دقايق، بس خليها 5 دقايق عشان برضه نشوف إيه راح يحصل شوية. ماشي يا باشمهندس محمود، المثال المحلول اللي جاي إن شاء الله يعني سهل إن شاء الله، شوية وقت بس كده في الشرح، لكن سهل وجميل جدا. ماشي يا باشمهندس محمود. تمام يا دكتور، وانا بشكر حضرتك جدا والله يا دكتور، المحاضره بصراحه قيمه جدا، يعني محاضره هامه وقيمه جدا بصراحه، يعني ان انت عندي بطيء شويه بس انا المحاضره مستمتع جدا بيها يعني. حبيبي ربنا يخليك، ده انت يعني يا رب يكون الناس كلها مبسوطه منها، وان شاء الله انت بقى انت هتقطعها بقى بسرعه وتنزلها بسرعه عشان الناس عايزه ايه، اكيد هتحتاج ان هي تتعامل مع التانيين. دلوقتي مثال محلول لمراقبه التكاليف، مثال بسيط جدا جدا جدا، اسهل ما يمكن، بس هنطبق عليه ايه كل الفاكتورز بتاعه ايه اداره التكاليف. مطلوب دراسه بند تمديد كابلات، يعني ده ابسط، ما فيش ايتم ابسط من كده بقى ولا اسهل من كده، يعني اسهل حتى من لو انا قلت اوضه، لان هقول اوضه هيبقى فيها حفر وخرسانات ومباني وبياض وحاجات كتير، فدي ايه تمديد كابلات جهد متوسط من ناحيه تحديد الاعمال لهذا البند، وحساب التكاليف للتقدم في عطاء، ثم حساب التكاليف المخططة للمتابعة، ثم عمل نظام لمراقبة التكاليف أثناء التنفيذ. يعني شوف يعني ما فيش كوست انجينير هيعمل أكتر من كده، بس الفكرة بقى إيه؟ إن الأيتمز بتبقى كتيرة، يعني أنا لو يعني إن شاء الله إذا في عمر يعني أبقى أوريكم يعني شغل بتاع مشروع كبير كان بمليار درهم في دبي على ما أذكر، بمليار تقريبا اللي عملنا فيها هذا الكلام، بس انا كان معايا واحد هناك استاذ يعني واحد من ابنائنا اللي كان يعني ايه ما تخيرش عنكم يعني. فالمهم هننفذ هنطبق الكلام ده وهنشوف ايه الموضوع ده بقى هيطبق بقى على حاجات كثيره قوي زي يعني بعت حد بقى مشروع حجم يعني. طيب بنشوف ايه بقى سعر المتر من الكابل حسب مقطعه طبقا للمواصفات، يعني ايه الداتا بقى اللي احنا عايزينها مش كده؟ طيب سعر المتر من الكابل دي ادي ماتيريال هاخد المواصفات، سعر النقل والتشويه بتاع ايه بتاع الكابل ده داخل ايه معاه، هيبقى من ضمن الكوست الدايركت كوست بتاعه. طيب سعر الحفر بالمتر الطولي مع دراسه المخاطر، سعر الحفر على الارض هنا في ريسك بقى، هي صخور ولا في خرسانات قديمه ولا في حجاره ولا هيبقى لك خطوط تمديدات قائمه، دي بقى يدخل تدخل الريسك هنا، وطبعا دول فيهم ريسك برضه اللي هو ايه؟ الريسك بتاع ايه؟ النقل يحصل حاجه في السكه، التشويل يحصل حاجه سته يحصل، يعني فيه برضه شويه انواع من الريسك الايه كماتيريال وكالو كتشويل. هنا الحفر برضه فيه ريسك، الريسك اللي معاه ايه؟ صخور، صبات قديمه، حجاره، كام ده كله بياخد. طيب التجهيز بفرشه رمال ناعمه طبقا للمواصفات، سمك من 10 الى 15 سنتي. عندنا ايه؟ لا بالترتيب، يعني دي المواد بقى اللي هنشتريها وهنجيبها الموقع، دي بقى ايه الحاجات اللي هنجهزها في الموقع، الحفر الاكتيفيتيز بقى الحفر، وبعدين في فرشه رمل بتتحط تحت، وبعدين بيتحط الكابل التمديد بتاع الكابل في الموقع، وبعدين بتحط بقى ايه فوق الكابل ردم، وبعدين بيتحط شريط كده بيبقى عشان يعلم مكانه، وبعد كده بيبتدي يتعمل ردم تاني فوقيه، وبعدين بيتعمل بقى ايه الطريق بقى يرجع لحالته الطبيعيه اللي كان فيها، اذا كان فيه طبق اساس وبعدين اسفلت والى اخره. فدي ايه الايه العناصر بتاعت الايه الايتمز بتاعت الكمبيوتر. طبقه رمل ناعم اهو من 10 ل 15 سنتي، اعاره الردم من 10 ل 15 سنتي ماشي، اللي هو اللي احنا بنقول عليه اللي هو عاده بقى الاسلوب، بلوكات حماية المسار، عادة الكابلات بتعمل لها يعني ايه بتعمل لها يعني حجارة او بلوكات اسمنتية من فوق عشان برضو ايه
يعني برضو اكسبشن زياده يعني حمايه اكثر يعني. خلاص اعاده الردم على طبقات، وضع شروط التحذير، وضع شروط التحذير اللي كنت بقول عليه دلوقتي، استكمال الردم والتسويه عايز حاله مكان عالي. يبقى دول ايه ال 12 ايه بند او 12 بريك داون اللي احنا ايه بنفكر فيه. نرجع برضو اللي فات عشان نشوف بقى ايه برضو ايه اللي قبلها الصفقه واللي قبلها الصفقه اهي. سعر متر الكابل، النقل والتشغيل، ده بريك داون بتاع السعر يعني بتاع الاكتيفيتيز يعني. سعر الحفر بالمتر الطولي، تجهيز فرشه المال الناعمه، اعمال التمديد، وبعدين ايه طبقه الرمل الناعمه 115 سم، اعاره الردم 115 سم تانيين، بعدين بلوكات حمايه المسار، اعاره الردم على طبقات، وضع شريط تحذير فوق، استكمال الردم والتسويه، اهل حل المكان يعني استفلاكه بقى اول. طيب ده سولف اكزامبل في الكوست كنترول. طيب البادجت الدايركت كوست، اول حاجه هنتكلم على ايه؟ على نعمل دي شويه. طيب احنا ماشيين، اول حاجه هنعملها ايه؟ سعر المتر من الكابل حسب مقطعه طبقا للمواصفات، سعر المتر كام؟ اليونت دايركت كوست كام؟ 100. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بحدد السعر بتاعه بقى عشان اشوف البرايس اللي هحط. دول عندنا دايركت كوست ايه؟ بريك داون. يعني احنا قلنا انواع الايه؟ دايركت كوست ايه؟ اللي هو المان باور، ماتيريال، وايه؟ وماشينري، وساب كونتراكت. صح؟ طيب سعر الكابل بقى ده ايه؟ ده ماتيريال مش كده؟ سعر المتر انا بحسب المتر الطولي، يعني حسب المتر الطولي. صح؟ طيب المتر الطولي هنا ايه؟ ادي 100. خلاص؟ طيب الكميه كلها كام؟ 1000 متر. طيب يبقى انا التوتال دايركت كوست بتاعي كام؟ 100000. ماشي؟ الاندايركت كوست عندي انا اللي حطيت ويست بقى ولا حطيت اي حاجه خالص هنا. هنبص المان باور، مفيش مان باور لسه. هو في انا بس بعد ايه انكلودد جوه السعر يعني. 100000 ماشينري برضو. خلاص؟ وعندنا ايه؟ السب كونتراكتنج صفر لغايه دلوقتي. طب النقل والتشوين انا بعتبر ان هيتحمل لي الكابلات دي هتكلفني ايه؟ 5 جنيه. تمام؟ للواحد. يبقى انا عندي المان باور قد ايه؟ انا بحط المان باور 2 مثلا، والماتيريال مفيش، ماشينري مفيش، عندي الثلاثه ايه؟ سب كونتراكتر. خلاص؟ يبقى انا عندي مان باور 2 سب كونتراكتر مثلا جايب لي مكنه، جايب لي النقل اللي هو النقل مثلا 2، والتشغيل مثلا 3 بسب كونتراكتر. يعني كل دي افتراضات عشان بس نبين الميثودولوجي ازاي والجدول بيمشي ازاي. ال 1000 توتال كوانتيتي 1000، يبقى انا عندي ايه؟ النقل والتشغيل هياخد مني كام؟ 5000. طيب التوتال دايركت كوست اللي هو هيبقى ايه؟ الاثنين دول في ال 1000 هيبقى كام؟ 2000 مش كده؟ والثلاثه دول في ال 1000 هيعملوا كام؟ 3000. نص كوبايه صغيره معلش كتير قوي كده. خلاص؟ طيب بعد كده سعر الحفر بقى بالمتر الطولي مع دراسه المخاطر، صخور، صبات قديمه، حجاره، مقابله خطوط، تمديدات، قائمه الى اخره. دي طبعا المفروض بقى نلاقي بريك داون، بس يعني احنا ايه هناخد برضو ايه الايتم على بعض. عندنا هنا اهو دول كام؟ هنقول اليونيك دايركت كوست بتاعت الايه؟ الحفر والكلام والكلام بتاع بتاعته، هنقول دي بايه؟ دي ب 20 جنيه، طبعا الكلام ده في الاحلام يعني، مفيش حاجه اسمها 20 جنيه دلوقتي. طيب المان باور 10، الناس اللي بتحفر 10، وبعدين ماشينري ايه؟ 10. طيب عندنا هنا اهو التوتال كوانتيتي 1000، يبقى انا عندي ايه؟ التوتال دايركت كوست كام؟ 20000. خلاص؟ التوتال دايركت كوست بقى هنا عباره عن ايه؟ ادي ال 10
ال1000 ب 10000 ده المان باور، والايه وال10 دي في ال1000 برضه بيجي 10000 تنين بتاعت المشينري، يبقى 10 المان باور و10 الايه المشينري. ماشي الحل؟ طيب عندنا بعد كده التجهيز بقى لفرشة رمال ناعمة طبقا للمواصفات، يعني أنا هعمل فرشة رمل ما 10 15 سنتي ولا حاجة، هنشوف دي طبق المواصفات بقى، هنقول عليها إن دي إيه؟ دي ب 7 جنيه المتر الطول أو 7 ريال أو 7 يونتس، يعني أنا بقول 7 جنيه عشان إيه؟ تسهيل للمواضيع دي بقى زي ما إحنا بنتكلم. طيب الدايركت كوست هيبقى إيه؟ المفروض إن أنا بحط الأسعار هنا وبجمعها وبجيب دي، خلي بالنا يعني أنا بعمل الإكسل شيت بحط الاسعار دي واجيب دي التوتال بتاعت المجموعه دول وبسدها على بعض، يعني يبقى المان باور، يعني مش بحدد دي الاول وبعدين بقول دول بالداون، لا انا الجدول ده بيتعمل، يعني ممكن احط النيو ده الكوست هناك بس اثبت ان بقى تبقى كده يعني باينه بلون اخر. طيب بقت 2 مان باور، 4 ماتيريال، وواحد ايه ماشينر. ماشي فرشة رمال ناعم، يعني ماشينر دي هنا اي حاجه بقى في السكه، جبت لودر صغير، جبت اي حاجه بقى من التحليه هيكلفني مثلا جنيه ولا. طيب يبقى انا اهو التوتال كوانتيتي 1000، يبقى انا التوتال بتاعي 7000. 7000 دول ايه الدعم بتاعهم ازاي؟ 2 في 10 ب 2000 هيكلفني التوتال 2000 جنيه من باور، هكلفني 4000 جنيه ماتيريال، هكلفني ايه 1000 جنيه ايه ماشينري. خلاص طيب اعمال التمديد ومراعاة ايه قطع البلاستيك او الافيزات المحافظه على المسافات البينيه للكابلات وهكذا، اللي هو التمديد يعني. خلاص انها لو هربط حاجه في حاجه او كده نقول لا. طيب هيبقى نقول ايه 10 جنيه ايه المتر، متقسمه ازاي؟ ادي 4 من باور، 2 ماتيريال، لو في بقى افزان، لو في روابط، لو في اي حاجه بدي 2 جنيه تحمل على المتر. عندنا الماشينري ايه 4 جنيه، يبقى بشد حاجه بعمل حاجه، الحاجات اللي هي ايه بتشتغل في عمل ايه التمديد. طيب يبقى ده ايه التوتال كوانتيتي، يبقى انا ادي التوتال ايه التوتال كوست للبند ده. طب اقسمها ازاي؟ برضه اعمل 4 في 1000 و4000، 2 في 1000 ب 2000، ال 4 في 1000 ب 4000، وايه ومفيش ايه سب كونتراكتور هنا. طيب أنا بعمل كده ليه؟ عشان في الآخر كل أيتم من دول هيبقى له توتال، وأنا في كل مرحلة تبع البرنامج الزمني هيبقى فيه توتال، يبقى كل مرة أراجع التوتال مع التوتال، وأراجع إيه؟ مع التوتالز اللي هنا، هيبقى لي أنا دلوقتي. المهم طبعًا إحنا مش محتاجين بقى نخش في الديتيلز كلها، فهمنا إن الموضوع ماشي إزاي؟ ان انا اللي بحط بملى هنا البريك داون، ده المان باور، ده الماتيريال، ده الماشينري، ده الايه السب كونتراكتور، واروح جاي اقول دي السيجما اللي هي بشرح باكسل، واروح ايه شادد ده كده اهو، واروح ايه شاددها كده على طول، هتلاقي ايه يعني بحط الكلام ده كله، وانا هجمع الكلام ده كله يطلع لي ايه التوتال ده اللي هو بتاع اليونيك دايركت كوست. اليونت اللي هي عارض الحال المعالي، يعني كل الكلام كنا بنتكلم على 12 بند اهو، اعمال التمديد طبقه رمل ناعمه 10 سنتي، عاله الرد من 10 15 سنتي، بلوكات حمايه المسار اللي زي ما قلنا بلوكات من فوق بتتحط فوق الخط بتاع الخزانه عشان اي حاجه بتحفر من فوق او اي حاجه تبقى تحميها بدل ما اكتشفها بعد ما بعد يعني بعد ما احفر تتقطع واقول اه ده كان في هنا كم. طيب فهنا دي يعني بتكلم على الاصول بقى. اعاده الردم بقى فوقها على طبقات، ونوضح شريط تحذير، ونستكمل الردم والتسويه، وبعدين اعاده الحراره المكان عليه ولا اسفلت بقى كده. 27 جنيه. ودول بقى كده بنحط الكلام ده كله، يعني هنا مثلا هنا بتاع الاسفلت، انا هجيب سب كونتراكتور الاسفلت واشغل دماغي، اقول ده 27 جنيه، وايه حطيته ده 27 جنيه. هنا هو حطيت هنا مثلا استكماله الحفر، قال لي 3 جنيه من طور، وقد ايه 7 جنيه
ماتيريال. خلاص يبقى دول ايه 10. بروح بقى حاطط هنا التوتال، هنا برضه اروح ايه واخد التوتال ده كله اخره بعد ايه يعني 225 ايه اليونت دايركت كوست، دي زي قلتها طبعا ولا تساوي حاجه يعني، او ماشي لا هتنفع برضه، هتنفع برضه اليونت دايركت كوست يبقى المتر هيبقى عندي الكوست بتاعه 225، وده هنجمع دول اهو 37 بس كذا كذا كذا، هنلاقي دي مجموع دول بديل 30 51 51 37 بقى 88 و 37 يبقى هتطلع الايه؟ التوتال ده. طيب هنا دي 1000 متر، هم ال 1000 متر لو جيت هنا لو هحط بقى الكلام ده كله التشيك بتاعي ان انا لو جيت جمعت دول هيبقى دول هيبقى عقبالها 225 في ال 1000 هيبقى 225000 جنيه، ده توتال ايه؟ توتال دايركت كوست. المان باور هنلاقيه هنا اهو 37000 137000، وده وده لو جمعت دول على بعض هيدوني الايه 225000. يبقى كده ايه التبل بتاع البادجت الدايركت كوست هيبقى ايه محكوم قدامي، سواء من التوتال اللي جاي لي من دي او التوتال اللي جاي لي من التوتالز بتاع دول. يبقى انا في سكتين ياكدوا لي ان انا ايه معلش يا حاجه سخنه عشان بس ايه الصوت يعني. طيب هنيجي بعد كده دايركت كوست كنترول اكت 15/11/2015 مثلا. انا جيت هنا عملت ايه؟ الاكشوال يونت كوست بتاعتي اهي لما دول اللي هي في اللي قبله مش كده؟ اهي 90 لا مش اللي قبله ده البادجيت. انا شفت انا مثلا ايه عملت خلصت كم متر؟ 90 الاكشوال يونت دايركت كوست 90 90 لا 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 ادي التوتال كوانتيتي ادي التوتال دايركت كوست دي يعني دي ادي التوتال كوانتيتي اللي خلصت بالظبط. يبقى انا عندي بعد المده دي انا خلصت ايه توتال كوانتيتي 700 ايه متر خلصتهم طبعا يعني ماشي في مراحل. بعد مده معينه سي مثلا انا المفروض اخلص الموضوع في شهر مثلا في نص الشهر انا ايه وصلت الايه ان التوتال كوانتيتي بتاعتي كام؟ كانت 700 خلاص؟ ال 700 دول المتر هنا صرف عليا الماتيريال 90 بدل ما كان سعره هناك البادجت 100 بقى كام؟ 90. فال 90 في 70 بقى عندي كام؟ التوتال دايركت كوست 63000. الماتيريال هنا اللي هم ايه 63000 يعني انا ده بقى المكان مكلفني 100 جنيه هتكلف معايا كام؟ 90. فاللي صرفته كام؟ التوتال دايركت كوست 63000 بس في كام متر؟ 700 يعني انا خلصت بعد اسبوعين 700 متر وتكلفتهم 63000 من التوتال دايركت كوست اهو اللي اتعملت هنا دي يعني من دول اللي هم ال 90 دول ال 90 في ال 700 يعمل كام؟ 63000 يعني ده التوتال بتاع الماتيريال الماتيريال اللي انا اشتريت بيها اللي هم دول يعني هنا ده المجموع بتاع كل دول. طيب النقل والتشوين كلفني 4 جت منين؟ ان المان باور صرفت عليها 2 فعلا والايه؟ السب كونتراكتور صرفت عليه 2 فطلعوا لي هنا ايه 4 ماشي؟ جايه منين؟ ادي التوتال كوانتي 700 ادي 700 يبقى 4 في 700 يعمل كام؟ 2800 جنيه التوتال ايه؟ التوتال دايركت كوست بتاع دي هيجي هنا ازاي بقى؟ 1400 وكام؟ 1400 مان باور و1400 ايه؟ سب كونتراكتور. مش هخبي عليكم حاجه يعني الكلام ده يعني انا بقوم اجي في يعني باجي في يعني دي ممكن الحسبه دي اللي هي مجموع اللي انا صرفته على المان باور في خلال المده يعني انا بس في الديلي ريبورت كام عامل؟
كلفت النهارده كام؟ بكره كام؟ بعده كام؟ ان دي ممكن بتبتدي بالعكس، ان انا ال 1400 جنيه صرفت 1400 جنيه على المطار، وصرفت 1400 جنيه في السب كونتراكت طلع لي كام؟ 2800. وال 2800 وانا عندي 700 دول اهم، خلاص بقى 2800 على 700 يطلع لي الايه؟ الاكشوال يونت كوست اللي هو ايه؟ الاربعه. ويطلع لي دي برضو من التوتال، يعني سواء ان انا عرفت اعمل يونت، يعني اذا كانت اليونت دي ان انا جايب واحد منفذها لي باتنين باتنين جنيه مثلا، او ان انا لو انا متفق على الموضوع على بعضه، او انا صارف كل يوم بنفسي وطلعت لي مثلا 1400 جنيه عند الوقت اللي عند 700 دول، يبقى انا بمشي بالعكس بهذا الشكل. يعني مش ده مش قوانين، مش انا بحط دي كذا وحافظها وبعملها، لا. يعني يا اما ان انا بجيب التوتال هنا بتاع المان باور احطه اهو، والتوتال بتاع السب كونتراكتور احطه هنا اهو، واجمع طلع 2800، وبعدين اقسمها بقى على التوتال دول، يبقى ده اليونت برايس اللي اتغير هنا، بحيث ان انا لما اجي اشوف انا الكوست بتاعي اتغير ازاي هيبان لي هنا تحت بقى على الكميه دي. خلاص؟ طيب الحفر نفس القصه. يعني ممكن انا اكون ايه، انا جبت ناس اتفقت معاها ان هي هتنفذ لي مثلا ب 8 جنيه بالمتر، خلاص هي دي اللي بصرفها. خلاص؟ والماشينري برضه جايب حفار يحفر لي مثلا المتر الطولي ب 7 جنيه مثلا، يبقى انا هبتدي من هنا. طب ممكن حاجه ثانيه، انا ممكن هشتغل واعمل ريبورتنج سيستم بتاعي، وكل ده بيتبان كل يوم، والتوتال طلع لي في ال 700 متر دول طلع لي المان باور 5600، والايه والماشينري 4900. يبقى ارجع بالراجع احسب دي ودي هيطلعوا لي كام؟ 10500 على ال 700 دول هيطلع لي ايه؟ اليونت برايس اللي هو 15. ال 15 دول ودي هتبقى لما 900 ل 700 تديني دي، ودي هتعمل لي. يعني ده فليكسبل، هو بس ده بيديني الميثودولوجي ان انا هحسب ازاي واعمل بعمل كنترول ازاي، سواء على التوتال بتاعي او على اليونت بتاعي اليونت برايس بتاعي. لما بنيجي نحسب احنا من الاول بنحسب بالايه؟ من اليونت برايس، وبنروح رايحين هناك. لما بنيجي نحسب بقى في الكنترول، انا ممكن احسب من هنا لو انا عندي 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 حاجات فيكسد زي سب كونتراكتور مثلا بيشتغل، او توريد. يعني انا التوريد هنا اتولد لي المتر ب 90 جنيه، خلاص يبقى انا ببتدي من ايه؟ من ال 90 جنيه، وبوصل ايه للباقي لبقيه الايتمز. لو انا شغال من الديلي ريبورت بتاعتي وعامل ايه؟ كوست ريبورت كل يوم، وجمعت لي لهنا للمان باور كذا، وجمعت لي للماشينري كذا، يبقى انا باخد دول التوتال بقسمها على 700 هيطلع لي ال 15. هنا هاخد ال 5600 اقسمها على 700 يبقى انا المان باور بتاعي كذا، هاخد ال 4900 اقسمها على 700 هيطلع لي ايه؟ السبعه بتاعتي. وصل الموضوع ولا في اي استفسار؟ وهكذا جميع البيوت هتبقى بالشكل ده. هل في اي تساؤلات ممكن انا مش هنص عمود نتابع بس دي، لان انا ايه مش هخش في ايتم يعني الرساله وصلت، الموضوع اتوصل ولا محتاج ان انا اخد ايتم وازود؟ تسال لي كده يا محمود. وحد عنده اي اسئله يسال في الشات، وانا هعمل مداخله مع الدكتور واساله يعني. خلاص يبقى انا هعمل بريفنج تاني على بند او بندين تانيين. يعني مثلا هنا اعمال مثلا اعمال طبقه الرمل دي مثلا كله له شرح واضح يا دكتور. كله ايه؟ كله له شرح واضح يا دكتور، وشرح ميسر جدا الحمد لله. يعني واصله يعني الموضوع، ما اصله ايه؟ سهل. هو يعني الكلام بيبقى ايه؟ سوري يعني ايه؟ زي ما بيقولوا في الكوست كنترول الكلام ده كله بيبقى كلام شكله كبير قوي. والكلام ده كله احنا شرحناه في الايه؟ في التعريفات، عشان كل واحد يعرف ايه ده وايه ده وايه ده وايه ده. انما في واقع الامر موضوع من ابسط ما يكون. يعني ده الكلام ده حته شيت يعني ولا حاجه، يعني اي حد يصممه او يعمله. خلاص؟ هنيجي نبص مثلا على بند ايه؟ زي ما بيقولوا اللي هي يعني اتقل شويه، مش اتقل من حيث ال الكميه، لا، من حيث ان في كذا ريسورس. يعني عندنا مثلا ايه؟ البند ده طبقه
رمل ناعمه من 10 15 سم. عندنا هنا هو دي مان باور صرفت 2 جنيه مثلا على ده. بس نرجع هنا نقيسه هنا احسن. انا هقول التوتال بتاعي عشان بقول لك ان احنا نرجع من التوتال. يعني انا جيت في الفتره اللي انا اشتغلت فيها دي سواء هيبقى 15 يوم 20 والى اخره صرفت 1400 جنيه على على العماله باينه قدامي عشان انا جايب العماله وعديتها وحاسبها ومقبضها ماشي. طيب الماتيريال انا اشتريت ماتيريال توتال ب 2800 جنيه خلاص، واشتري وجبت ماشينري اجرتها باليوم او الى اخره كانت 2700 صح؟ يبقى التوتال بتاع دول ايه؟ ما فيش سب كونتراكت، يبقى دول طلعوا كام؟ 4900 ايه؟ التوتال دايركت كاست ماشي الحال؟ انا منفذ 700 يبقى 4800 700 يبقى انا النيوز برايس بتاعي كام؟ 7 ماشي؟ طيب الماشينري كام؟ 700 على 700 يبقى الماشينري كلفني جنيه. طيب الماتيريال كام؟ 2500 2800 على 700 يطلع 4 2400 المان باور 1400 على 700 يطلع لي كام؟ 2 وهكذا. طبقة الردم الثانيه برضو بيبقى عندي الثلاث بنود نفس القصه اهي خلاص. هنا عارف الردم على طبقات 8 و8 و4 جت منين؟ انا في اخر مده لقيت ان انا صارف 5600. لو انا يعني في النظام مقاول باطل مثلا وانا اعطيه مثلا بالمتر او مورد واعطيه بالمتر وتعبت ابتدي من اليونت برايس مفيش اي مشكله خالص. يعني الفكره ان انا ايه؟ ان انا فلكسبل، يا ابتدي من هنا يا ابتدي من ايه؟ من هنا ماشي الحال. طيب هنيجي بص نلاقي هنا بقى ايه الاكشوال يونت دايركت كوست طلعت كام؟ 205 ماشي الحال. طب انا اصل الاستيميشن بتاعي كان هنا كام؟ كان 225 لل 100 مش كده؟ يعني 205 دي لمين؟ ال 700 متر لل 1000 خلاص. عندنا ده هنا اهو المان باور هنا 34 برضه ايه؟ فهناك كانت 17 للايه؟ لل 1000. هنا 128 الماتيريال كانت كام؟ كانت 128 كانت 117 137 لل 1000 وهكذا. يعني ده بيمثل لي اليونتس والتوتال. يعني دي 143500 وانا عندي التوتال بتاعي كام؟ 225000 للايه؟ لل 1000 متر خلاص. ده التوتال دايركت كوست 143 هو هيبان ايه اليونت الاكشوال يونت كوست دي 205 الاكشوال يونت كوست هناك كانت كام؟ 225 يبقى انا عندي ايه؟ متكلف هنا اقل ب 20 ايه؟ ب 20 جنيه ماشي؟ يعني ده اليونت كوست يعني هتبان لي من اليونت كوست من هنا يعني دي ده ايه ده؟ ده الاكشوال يونت دايركت كوست ده اليونت دايركت كوست هو ده اللي باين لي ان انا يعني ايه مبدئيا كده انا فين؟ يعني دي 205 الاكشوال كانت في البادجت كانت كام؟ 225 يبقى انا كانت التكلفه بتاعتي 200 ايه؟ 205 بدل 225 ده الاكشوال كوست اوف ورك خلاص. ده برضه زي ما اتفقنا يا باخد لو انا باليونت صار باليونت اعمل باليونت لو انا بالتوتال اخد بالتوتال وارجع بالراجل ماشي الحال. طيب نيجي هنا في ايه بقى؟ الدايركت كاست كنترول ات 15 11 مش كده؟ طيب هنا الاكشن يو دايركت كاست 100 مش كده؟ ودي ايه بقى دي؟ دي واحدة 143 دي 157 دي البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورم. طيب عندنا ادي ايه؟ الاكشوال يونت كوست 100 دي ال 5 دي ال 20 دي ال 7 ده الكلام ده كله اللي هو ايه؟
اللي كان موجود معانا من الاول خالص. ادي ال 100 اهو، وده 5، دي الاكشوال اصلانيه خالص. البادجت الدايركت كوست يونت بريك داون كان 100 وكذا. التوتال كوانتيتي اللي احنا عملناها ايه؟ 700 ايه؟ خلاص هو ماشي الحال. ده التوتال كوانتيتي اهي، ده التوتال ايه دايركت كوست اهو. اوكي طلع لي 157000. عندنا ده هنا اهو التوتال مان باور دايركت كوست 25900، وهنا اهو التوتال 95500، ده ال 14700، ده ال 21000. ده اللي هو الدايركت كوست كنترول ات 15/11/2005. ماشي الحال؟ يبقى انا اللي صرفته 157500. طيب بعد كده عندنا الاكشوال دايركت يونت كوست اهو، ادي ال 100 25 7 10، ده نفس الايه؟ الدايركت كوست اللي كان عندي. ماشي الحال؟ انا هنا ادي ايه المان باورز بتاعتي، انا توتال دايركت كوست طلع كام؟ 150000. التوتال كوانتيتي 666 و67. في حاجه هنا، معلش ثواني بس نعرف الماتيريال حصل فيه ايه. 24 ده توتال دايركت كوست 106، توتال دايركت كوست اهو ادي الماتيريال، التوتال كوانتيتي يعني دي ال 700 اللي وراها 666، دي اكشوال كوست، دي اكشوال كوست اللي حصل، اكشوال كوست 15/11 للكميه، لان دي كانت الكميه اللي ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، دايركت كوست كنترول كذا، توتال كوانتيتي دايركت كوست، وده التوتال كوانتيتي الاكشوال اهو. يبقى دي كانت ايه؟ كانت دي كانت البادجت. يبقى خلاص خلاص خلاص، دي البادجتد كوست للورك بيرفورمد. انا كان المفروض البروجكت توتال تيل دايركت ديت دايركت كوست اللي هي 143500. يعني انا حسبت لقيت البروجكت توتال تيل دايركت دايركت كوست الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد 143500، اللي هو طبقا للايه اللي اتنفذ اللي هم 66 600 وحاجه. البلاند كان 70، هنا الاكزيكتد كوانتيتيز 157 500. الديت دايركت كوست اكشوال كوست اوف ورك بيرفورم، البادجتد يونت كوست، ودي السكيدول كوانتيتي البادجتد يونت كوست 150000، اللي هي بادجتد كوست فور ورك سكيدول. يبقى الورك سكيدول في التاريخ ده كان كام؟ cost to end the remaining actual direct cost cost at end 15/11 cost to end cost performance index. لا معلش، هو في حاجه غلط في الـ 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 في السلايد. معلش انا اسف انا اسف انا اسف، بس هو الواضح بقى ايه؟ ان احنا هنا ان دي الكميات اللي كانت مخططه، ال 157 دي الاكزيكوتد كوانتيتي، دي الاكزيكوتد كوانتيتي اللي هي 157. خلاص ال 157 دولت اللي هي اللي تمت فعلا، اللي وراها ال 150 دي اللي هي السكيدول كوانتيتي في البادجيتد يونت كوست.
يعني انا كان المفروض في التاريخ 11 ده كانت تلتين المده، تلتين المده اللي هي ايه دي، تلتين المده اعطتني ان انا كان المفروض اخلص شغل ب 150,000. معلش انا اسف بس عشان بس ايه يعني في حصل لخبطه شويه. فانا كل واحده من دول اهي ال 150,000 دي عباره عن ايه؟ السكيدولد كوانتيتي في البادجيتد يونت كوست اللي هي البادجيتد كوست اوف ورك سكيدولد. انا كان مخطط اللي كان مخطط لي لو او انا ماشي عادي ان انا انفذ الثلثين بتوع الكميه في التوتال ده في التوتال دايركت كوست ده، فهيطلع لي البادجيتد كوست، البادجيتد كوست اوف ورك سكيدولد اللي هي ال 150. ماشي معايا؟ معلش انا اسف بس يعني ايه خلينا بس ايه يبقى دي تلتين الكميه، تلتين الكميه اللي هي اللي كانت 1000 متر خلاص. ودي الايه البادجيتد كوست بتاعت البادجيتد كوست بتاعتها برضه، يعني دي مضروبه في الايه في ال 66 بتاعتها. يبقى دي البادجيتد كوست، البادجيتد كوست اوف ورك سكيدول، يعني دي القيمه اللي انا كنت مخطط ان انا اخلصها للي انا نفذته، يعني دي الكميات اللي انا نفذتها في اليونت اللي هي دي، يعني دي الاكشوال يونت كوست اللي هي اليونت كوست الاصليه بتاعتها. معلش معلش انا اسف يعني عباسيه ايه، يعني دي اليونت كوست الاصليه اللي هي المخطط لها خلاص. دي لما ضربت دي في الـ في الـ في التوتال في الـ في الـ في الـ في التوتال كوانتيتي اللي كان المفروض اخلصها بيطلع لي ايه البادجيتد كوست اوف ورك سكيدول اللي هو الشغل اللي انا كان المفروض اخلصه في الايه في البادجت بتاعه، يعني كان المفروض انا مخطط لي ان انا اصرف 150,000 جنيه. وصلت؟ معلش انا اسف على الاخبار بس هي شكل الحاجه زي بعضها، يعني واصله ولا ما ولا انا يعني مش ما ما يا محمود؟ تمام يا دكتور واصله. واصله اواصل الموضوع يعني، يعني هنا هو ده دي الكميه اللي كان المفروض اخلصها، ده البادجيتد كوست، البادجيتد يعني دي بادجيتد كوانتيتي، يعني انا كان المفروض في تلتين المده عملت ايه؟ تلتين الكميه من كل ده، ماشي الحال؟ تلتين الكميه وده في الاكشوال في الاكشوال كوست، هيطلع لي هنا هو ده اللي هو الايه؟ البادجيتد كوست اوف ورك سكيدول خلاص؟ طيب اما هنا اهو البروجكت ديوريشن كان ثلاث شهور. معلش هي هنا بقى السمري ده هيبان لنا الموضوع حصل منين يعني. دون ثلاث شهور احنا بدأنا في 15/9 المفروض النهايه كام؟ 15/12 ثلاث شهور. فأنا هنا بعد ايه؟ بعد شهرين زي ما قلنا برضو تلتين المده. فأنا البروجكت توتال بادجيت الدايركت كوست كان كام؟ 225,000 صح؟ يعني انا في الاول خالص هنرجع لاول جدول كان ايه؟ دي واحده سابق 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 كام دول؟ كان 225,000. يبقى انا كان المفروض انا هنا اهو 225,000 دي ايه؟ دي الـ 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 الكميه كلها اللي هو اللي انا عندي 225 يونت في ال 1000 يبقى 225,000، يعني دي كل الكميه في كل الايه؟ خلاص؟ يبقى ده الايه؟ البادجيتد كوست ات 15/11 اللي هي ايه؟ بعديها بشهرين صح كده؟ اهي اهي بعديها بشهرين اللي هي دي. يبقى دي البروجكت ستارت ديت 15/12 المفروض التوتال بروجكت بادجيت الدايركت كوست كان كام؟ الدايركت كوست 225,000 خلاص؟ لما جينا هنا في 15/11 لقينا نفسنا عاملين ايه؟ الاكشوال كوست اللي انا دفعته كام؟ 143,500 الاكشوال كوست اوف ورك
performance، ده الاكشن اللي انا صرفته على اللي انا انتجته اللي هو اكشن كوست اوف ورك بيرفورم. وجيت حسبت الاكزيكتيف البادجت كوست اوف ورك بيرفورم طلعت كام؟ البروجكت توتال تيل ديت دايركت كوست الاكشن كوست اوف ورك بيرفورم ده، وده الاكزيكتيف كوانتيتيز بادجت يونت كوست 157500، ده البادجت كوست اوف ورك بيرفورم. يعني دي الاكشن كوست اهو اللي انا صرفتها فعلا، ودي اللي كان مخطط ان انا اخلص بيه الايه ال 700 متر اللي انا كان المفروض يخلصه اللي انا كان المفروض اخلصه في ساعتها اللي 666. ماشي واصله يعني انا يمكن يعني، وده السكيدول ده البادجت كوست اوف ورك سكيدول كام؟ 150000 اللي هم دول ايه؟ تلتين ال 250 ال 225000 دول. ماشي الحل؟ فالكوست تو اند ريمين كوانتيتي في الاكشوال دايركت كوست والتوتال كوست ات 15/11 زائد الكوست تو اند. الكوست تو اند اللي هي الباقي اللي فاضل الكميه اللي فاضله في الايه؟ في الاكشوال دايركت كوست. والكوست ات اند عباره عن التوتال كوست في يوم 15/11 زائد الكوست تو اند. ماشي؟ الكوست سيفنجز بقى هيبقى الايه؟ التوتال بادجت كوست ناقص الكوست ات اند. طيب هنيجي هنا، دي الفاليوز بقى اللي هي ايه؟ اللي هي معلش انا اسف على اللخبطه دي، بس انا ايه؟ انا الكوست بيرفورمانس اندكس هنا عباره عن الايه؟ البروجكت كوست اوف ورك بيرفورمد على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد ايكوال ايه؟ ال 157500 اللي هم اللي هم دول اللي هي البادجتد كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي قيمه الاعمال اللي انا كنت مخططها، القيمه المخططه للاعمال اللي انا كنت مخلصها خلاص على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اللي انا ايه الاعمال اللي 143500 الكلام ده هيبقى ايه؟ 1.1 يبقى ده كوست سيفنج. معلش انا اسف على اللخبطه دي بس يعني ايه شويه دربكه معلش. السكيدول ده الكوست بيرفورمانس اندكس، ده السكيدول بيرفورمانس اندكس اللي اس بي اي عباره عن ايه؟ البادجت كوست اوف ورك سكيدول اللي هي القيمه المخططه للورك اللي كان اللي مخطط على البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد على قيمه الشغل اللي اتنفذ يطلع كام؟ ال 150000 اللي هو كان المفروض يخلص في تلتين في بعد الشهرين على ال 157500 اللي هي ايه البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد يطلع كام؟ 0.95. يبقى انا هنا ايه؟ الوقت سرقني، يبقى انا كان المفروض اخلص حاجات اكتر في الوقت ده، يبقى انا الوقت طلعت اقل من واحد، يبقى التايم في تايم اوفر لاند. ماشي الحال هنا؟ وصلت الكلام ولا نرجع تاني ولا ايه رايكم؟ محمود كاس محمود ايوه دكتور حضرتك ايوه دكتور حضرتك في لخبطه شويه مش كده؟ تمام يا دكتور. هو يعني انا يعني هو حضرتك شرحت مره المره الثانيه لا احنا فهمنا يعني الدنيا تمام يعني ماشي الحال. طب اسال كده شوف يعني لو في حد في اي حاجه نرجع تاني لان هي الفيروس قدامي دلوقتي انا ايه انا جبت الاوريجينال ونعمله تاني. يعني هي الفكره فين؟ ان انا بحسب لكل ايتم الثلاثه فيروس بتاعته اللي هي البادجتد كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي القيمه المخططه للشغل اللي تم، والقيمه البادجتد كوست للورك سكيدول، والقيمه ال المخططه للشغل السكيدولد البادجت كوست اوف ورك سكيدولد، وبحسب الاكشوال كوست اوف ورك
البادجت اوف ورك بيرفورمد والاكشوال كوست اوف بروجكت بيرفورمد اوف ورك بيرفورمد اكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد. خلاص يعني البادجت على الاكشوال بيديني كذا 1.1، يبقى انا اللي انا صرفته ايه اقل، الاكشوال كوست اقل من البادجت، يبقى انا الكوست بتاعي ايه كويس. لما جيت انا هنا البادجت كوست بتاع الورك المخطط حطيته على بادجت كوست على الورك بيرفورمد، طلع السكيدول ده ايه اقل من الايه من المخطط. بادجت كوست ده بادجت كوست على بادجت كوست، يبقى انا هنا متاخر 1.95، يعني انا متاخر. لو طلعت واحد يبقى انا ايه ما كانش في تايم اوفر ران. الكوست ات اند بقى عباره عن ايه؟ الريميننج كوانتيتي في الاكشوال دايركت كوست يونت، ده طلع كام؟ 75,000. الكميه اللي فاضله من يعني كان انا كان عندي كميه كانت 1000 متر، وانا عملت كام 700، وانا عملت 700 خلاص. فايه هضرب ال 700 دي في الايه؟ الريميننج كوانتيتي في الاكشوال دايركت كوست يونتس اللي هي فاضل عندي كام؟ 75,000. ماشي الحل؟ بعدين الكوست ات اند بجمع دول بقى ال 143 دول 143 500 اللي هم دول اللي هم الاكشوال كوست اللي اتصرف لغايه النهارده زائد الايه؟ ال 75,000 اللي فاضلين، هيطلع لي كام؟ 215,500. ماشي الحل؟ بعدين البروجكت كوست فاريشن هيبقى ال 225,000 ناقص كام؟ ال 215,500. ماشي؟ ال 225,000 دول اللي هم الاصليين خالص، اللي هو اللي انا كنت اصلا مخططه. البروجكت فاريشن ناقص ايه؟ البروجكت اللي كلفني اللي هي التوتال اللي جايني في اخر المشروع اللي انا عامل له كوست ات اند، يبقى انا ايه 6500 الكوست سيفنج. يبقى انا التوفير اللي عندي كام اللي انا مقدره وانا واقف دلوقتي 6500. تمام. البرسنتج كوست فاريشن ايكوال ايه؟ ال 6500 دول على ايه 225,000 اللي هي التوتال اللي انا كنت مقدره، انا عندي ايه 2.89% كوست سيفنج، يعني انا موفر 2.89. ماشي الحال؟ هو ده اخر سلايد. ف يعني ايه تحبوا نراجع تاني الكلام ده ولا 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 ايه رايكم؟ نراجع الكلام ده تاني؟ محمود اسال كده لو سمحت، عشان بس انا يعني انا مش مبسوط صراحه. هل الكلام واضح ولا نعيده؟ طب هقول لحضرتك، اقول لحضرتك حاجه يا دكتور. انا يعني حضرتك اسالني تمام، او انا مثلا هقول لحضرتك انا فهمته، بحيث ان احنا يعني ايه تبقى مناظره ما بيني وبين حضرتك، يعني ايه نعيد معاها ال 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 الرساله تاني. طيب هنبتدي من هنا، هنبتدي من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اقول لحضرتك ان انا فهمته وحضرتك قيمني كده، وعلى اساس اللي انا فهمته برضو الناس يكونوا فهموه. ايوه يعني انا اللي انا فهمته يا دكتور، اللي احنا عملنا الاول حساب، عملنا الاول تكلفه تسعير للمشروع الاول. ايوه عن طريق البريك داون. تمام. ايوه بعد كده عملنا تسعير، مخطط تسعير لتكلفه تلتين المشروع، بحيث ان يبقى معانا دليل استرشادي للتكلفه اللي ممكن تحصل بعد كده لما. تمام. اللي كان المفروض تلتين المشروع اللي هو 66. لا 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 66 ونص تقريبا. لا هقول لك يا محمود، لا يعني انا المفروض انا دلوقتي انا مدتي 3 شهور خلاص، فانا في خلال درست بعد شهرين من البدايه. الشهرين من البدايه كان المفروض اعمل تلتين المده، تلتين الكميه اللي هي ايه 666 خلاص. فانا بحسب 666,000 دول البادجيتد كوست بتاعهم. تمام ماشي الحال. بس انا اعرف انا متاخر في الاند فاليو قد ايه يعني؟ بتقول ايه يا محمود؟ بحيث ان انا ابقى فاهم الارنت فاليو بتاعتي واقدر اقيم نفسي في. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
يبقى انا هم ثلاث حاجات عملناهم. جينا حسبنا الايه التوتال بادجت كوست، وبعدين رحنا جايين بعد شهرين بقى بنعمل ايه مونيتورنج خلاص. فلقيت نفسي عامل ايه، بنفذ 700 متر خلاص، بنفذ 700 متر تمام. تكلفتهم كانت كذا، بنفذ 700 متر تمام، وكانت تكلفتهم 143,500 خلاص. او يعني تمام هي التوتال كله، وده البادجت الدايركت كوست بتاع كل حاجه خلاص. جيت هنا عملت ايه، عملت لقيت نفسي عامل 700 متر وتكلفتهم كام، 143,500 ده التوتال دايركت كوست تمام خلاص. ورحت جايش تمام التالت عملت ايه، عملت ال 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 لا مش في ده بقى، في ده اخدت الكميه اللي اتعملت فعلا مع ايه التوتال دايركت كوست اللي اتعمل، ماشي الحال. فطلع لي ايه 150,000 خلاص. يبقى ده وده ده خلال شهرين، خلاص ماشي الحال. وهنا ده خلال شهرين. ايوه وهنا عملت البادجيتد كوست للايه؟ لل 700، واخد بالك؟ عملت البادجيتد كوست لل 700. يبقى انا عملت الثلاثه فاكتورز، الثلاثه فاكتورز بتاعتنا، الثلاثه فاكتورز اللي هي الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم، اللي هي التكلفه الحقيقيه للشغل اللي تم اللي هم 700 متر خلاص. وعملت الاكشن كود بتاع الورك بيرفورم، وعملت البادجيتد كوست للورك بيرفورم، وعملت السكيدول كوست للورك بيرفورم. يعني الورك بيرفورم عملت له حاجتين، البادجيت كوست بتاعه بتاع الورك بيرفورم، والبادجيت كوست بتاع الورك سكيدول الشغل المخطط بتاعي. البراند سكيدول الارند فاليو والبراند فاليو، صح كده؟ الارند فاليو والبراند فاليو، والتاني بقى الايه اللي هو الاكشوال فاليو اللي هم الثلاث الاكشوال فاليو. تمام. ومنها بقى طلعنا الايه الصفحه الاخيره دي، يعني طلع عندي التوتال اهي الاكشوال البروجكت توتال فايل اللي هي الاكشوال كوست فور بيرفورم، انا صرفت 143,500، والبادجيتد كوست اوف ورك بيرفورم البادجيت بتاعتها اللي هي في الاسعار الاصليه بتاعتها كانت كام؟ 157,500 خلاص. والبادجيتد كوست بقى للشغل اللي خلص 150,000. البادجيتد كوست هيبقى ايه؟ تلتين يعني هي كانت 225، تلتينهم كام؟ 150. ماشي الحال؟ بقى دي الثلاثه فاكتورز قدامي اللي هم البادجيت كوست اوف ورك بيرفورم، وعندي البادجيت كوست اوف ورك سكيدولد، وعندي ايه؟ الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم. ماشي الحال؟ يبقى الثلاث عناصر عندي خلاص؟ منهم بقى بنطلع زي ايه؟ اللي هو في الجدول ده اللي هو الكوست بيرفورمنس اندكس والسكيدول بيرفورمنس اندكس. طلعت ان انا متاخر هنا، ان لما قسمت البادجيت كوست على ده طلع ان انا متاخر. هنا طلع ان انا يعني السعر اللي انا عامله كويس، بجيت كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اقل من الـ من الـ من البجيت الكوست، طلعت 1.1 يبقى انا موفر 1.1. الكوست تو اند 75,000 اللي هو اللي فاضل عندي، اللي فاضل عندي ايه؟ اللي هو فاضل عندي، كان فاضل عندي احنا رفضنا 700، كان فاضل كام؟ 300. 300 في ال 225 يطلع 75,000 دول، مش كده؟ وبعدين الكوست ات اند بقى بجمع 75,000 دي على الايه؟ على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم اللي عندي، دي الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي الاكشوال بتاعتي بقى، بحط عليها الايه؟ البادجيتد كوست اللي جاي، ماشي الحال؟ يبقى يطلع لي الكوست ات اند، يطلع لي كل ده كوست ات اند. يبقى انا الكوست سيفنج بتاعي كام؟ 225 هو التوتال، بشيل ده منه ويطلع لي ايه الكوست سيفنجز 3500، ماشي الحال. لو انا جيت في الاخر ممكن الاقي ان ال 75,000 دول اقل
يعني زي ما انا هنا طالع عندي 10% في طريقه ثانيه للحساب، ان انا اعتبر ان انا التكلفه بتاعتي دايما نازله كام؟ يعني 10%. انا كان ممكن اخلي دي كام؟ اقل، بس انا احتياطيا اخد منها كام؟ الكوست ات اند نفس اللي انا عامله له بادجتي، عشان كده كوست ات اند انا محطوط كام؟ 215. انا ممكن اجي في الاخر الاقي النسبه دي زادت. خلاص؟ اللي هي ايه؟ 2.89 دي. ماشي الحال؟ وصلت ولا في؟ تمام يا دكتور تمام. طيب اسال لي كده لو سمحت، انا عايز برضه مني الناس يعني اشوف النبض ايه، لان انا مش مبسوط صراحه من اللخبطه اللي حصلت معايا دي. يعني مش مبسوط منها. فاسال لي برضه زمايلنا وابنائنا. تمام، لو حد عنده اي سؤال يعني يتفضل يعمل مداخله مع الدكتور، يفتح المايك ويعمل مداخله، او يعني يسال السؤال وانا اسال الدكتور حسين في الشات يعني. لا مفيش مشكله يسال، يعني ما عنديش مشكله خالص، يعني لينا احنا الاثنين يعني. يعني الموضوع ما فيهوش احراجات. يعني هل حد ريزنج هاند، في سؤال، في استفسار، في اعتراض، في يعني انا مش انا الموضوع فري يعني. يعني الموضوع هي مشكله عندي انا، ان انا يعني ايه يعني 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 الحد الكام جدول الاخرين دول للاسف يعني. دي كانت 15. باشمهندس روماني بيسال حضرتك يا دكتور. ها حبيبي؟ باشمهندس روماني بيسال حضرتك يا دكتور. لو كان جايب مقاول من الباطن وقطع كابل قائم او كسر ماسوره الاصلاح، يعني على ايه؟ على يعني الاصلاح على مين؟ على المقاول المتسبب ولا على حسب الاتفاق؟ دي على حسب الاتفاق طبعا. يعني لو هو مقاول باطن وخيع الشركه يعني كلها بالريسك بتاعها كله، هتبقى على حسابه. تمام قصدي ازاي؟ وممكن ممكن اكون انا اللي متثبت، يعني ممكن انا كمقاول عام جبت شغله وحطيته، يعني هو اللي قطعه. انت فاهم قصدي ازاي؟ يعني هنا بقى هنا لازم يكون اصل انا المقاول الباطن بتاعي ده مقاول ده انا. يعني فاهم ازاي؟ فلو انا اصلا تمام شايلها كلها على بعضها بنسبه معينه وشايل كل الريسك بتاعها كل حاجتها، يبقى واخد مكسبها بريسكها بكل حاجه. لو انا متفق معاه على ايتمز معينه خلاص، يبقى ايه؟ يبقى انا لو حتى وحتى هقول لك على حاجه، حتى لو انا متفق معاه ان هو شايلها بالريسك بكل حاجه من اول لاخرها، وانا حصل من حد من عندي وتسبب في القطع او في التعطيل او اي حاجه، يبقى انا اللي بشيله. ما هو في ايثكس، خلي بالك في ايثكس. يعني ممكن لو انا متسبب كمقاول عام في مشكله، لازم انا اللي اشيلها، لان مقاول الباطن ده بتاعي. انت فاهم قصدي ازاي؟ وانا لو المقاول الباطن بتاعي خلص كويس وخلص بدري، انا من نفسي كده لازم ان انا يعني ايه برضه ايه اعمل له انسنتف. انت فاهمني؟ يعني قصه من اول باطن ده موضوع يا دكتور ليا انا يعني فندم. سؤال يا دكتور، اسال على السؤال ده يعني. لو انا ما كنت عندي انا المقاول العام، ما عملت الاناليسيس بتاعتي البريفيزابيلتي ستادي والفيزابيلتي ستادي والكلام ده كله، ما عملتوش، وكانت المشكله عندي انا اللي ما عملتش الدراسات بتاعتي، لا يبقى انا اللي شلت، اللي يشيل لا انا اللي شلت، انا اللي شلت. لا طبعا طبعا طبعا، ما الواحد لازم يبقى فير يا محمود. خلي بالك، لان خلي بالك انت قوتك كمقاول مش في اللي في جيب، مش في الفلوس ولا في اللي في حسابك. انت قوتك سمعتك نمره واحد، نمره واحد. سمعتك دي بتيجي من مين؟ من الناس اللي معاك، الناس بتوعك اللي مرتبطين بيك ومرتبطين بيك، مش كده؟ مرتبطين لانك بتديهم حقوقهم، ما تخش على حد حاجه، بتدي تسيبهم. بقت حاجه صعبه دلوقتي، لان اغلب الشركات ما بقتش يعني برضه ايه كومين فو زي ما بيقولوا الفرنساويين. فاهم ازاي؟ بسدد مع الياش ديون او الباطل ولا المورد ولا المستاجر حاجه خلاص. فدي سمعتي، دي نمره واحد. نمره اثنين، قوتي تعتمد على زي ما قلنا قبل كده على حجم المقاولين الباطن بتوع اللي عندي، هل يقدر يعني يعمل معايا شغل ويغصب عليه زي ما قلنا برضه التعريف الفرنسي اللي هو سوتريتا، ان انا واحد واحد باخد شغل وبقسمه
بدي الخرسانه الواحد والمباني الواحد والبياض دوت كل حاجه، وبتيجي المستخلص اللي بتاع المستخلص اون ذا سبوت بياخد حقه. لو الناس المقاولين البطن اللي معايا عارفين ان انا بصرف بدي على طول، ما اخدش بقى فلوس اتدلع بيها ولا اعمل ولا اتاخر ولا اعمل ولا بتاع، هتبقى سمعتي زي الفل وهيسندوني. برضه موردين بتوعي، انا المورد بتاعي ممكن انا لما باجي اشتري الحاجه بتتفق معاه على شهر على شهرين بشكل او باخر. طريقه السداد، لو انا اخدت مستخلص وما فيش حاجه بتستخبى بتبان وما اديتش للسبلايرز بتوعي او المقاولين الباطن بتوعي او الناس من اخرها، انا عمر بيقصر وبقع على طول كشركه مقاولات. خلي بالنا من النقطه دي، زي ما كنا بنقول في الاول، انت مكسبك كمقاول بيتحسب على التوتال بتاع البروجكت. التوتال بتاع البروجكت مين اللي بيموله؟ المقاول العموم بيمول الجزء بتاعه من جيبه ومن المستخلصات بتاعته من الاواخر. السبلاير اللي هو بيورد لي مواد او بيورد لي معدات او بيورد لي اي حاجه برضه بالاجر، ده استثمار تاني راس مالي. نمره ثلاثه مقاول البطن اللي عندي، انا بدي مثلا مقاول نجاره يقدر، في ناس مقاول نجاره ممكن يقول لي انا هتحاسب بالاسبوع، في مقاول نجاره يقول لي ما يهمكش انا هعمل معاك بالشهر. فلو هو قوي هتبقى انت هتقوى. لو انت لو المقاول البطن بتاعك مش قوي بقدر قوته هتستمد قوتك انت. فهي ايه؟ انت يعني المقاولات هو احد التعريفات الهامه لها بالنسبه لها اللي هو ايه؟ استثمار ما لدى الاخرين، يعني مش بستثمر فلوس بس، ولما باجي بحسب مكسبي بحسبه على ايه؟ مش على راس مالي انا حطيته، انا بحسب راس مالي على الصرف من كل الناس من التوتال بتاع البروجكت. وصلت الرساله؟ وصلت يا محمود؟ تمام تمام يا دكتور تمام. طب اسال لي الناس بقى، اي حد عايز يسال اي حاجه يبقى اندايركت يعني، مش يبقى دايركت يعني. مش سؤال يا دكتور برضو ماشي تمام، بس هو في سؤال لسه في الشات. كده يا دكتور، يعني هو سؤال من مهندس سامح بدوي بيتاكد بس هو اذا كان فاهم صح ولا غلط. دكتور محتاجين نحدد الاول الكميات العناصر اللازمه للمتر طولي للكابل مثلا. يعني مثلا مثال الطوب، محتاجين نحدد مثلا 8 طوبه للمتر الطولي، وبعده احدد عليه 4 متر للبند الطوب في المتر. كده فهمه صح؟ أيوة. ما هو انت بتحدد اما في أم انت في الاول خالص لما بتيجي تحسب بتحسب بالمتر الطولي. يعني انا عندي مثلا 1000 متر، ال 1000 متر دولت كل متر بياخد كام طوبه؟ اربع طوبات مثلا، مثلا الطوبه مثلا 24 او 25 خلاص. فبتحسبهم وبتحسب لهم هالك خلاص، وتروح جايب السعر ده قسمه على ايه؟ كماتيريال بالهالك بتاعه، وقسمه على الايه؟ على ال 1000 متر هيطلع لك المتر الطولي كام؟ وانت بتعمل الكوستنج. وصلت؟ ده المهندس رومان اللي بيسال ده؟ لا، مهندس سامح بدوي. المهندس سامح دلوقتي ما انت ما انت ليه مش بتخليهم يتكلموا يا محمود؟ يعني محمود يعني لو 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 انا مش مفتوح، يعني هو اي حد حابب يتكلم يتفضل، يعني لو مهندس سامح حابب يتكلم اتفضل يا باشمهندس سامح، مش مشكله خالص. يعني انيوت ونتكلم يعني انا ما يعني تمام تمام. قد يكون هو مثلا مشكله خالص، خلينا يعني يبقى في يعني كفايه ان احنا بنتكلم من على بعد، فيبقى على بعد برضه يعني الواحد متعود ان هو جوه المحاضره في البادي لانجوج والانتر اكشن اللي بيننا وما بين الحضور بيفرق كتير. فدلوقتي يعني انت معانا برضو، واي حد عايز يسال يعمل انيوت ويدخل يسال، مش مشكله خالص، بالعكس احنا بنسمع. باشمهندس سامح بدوي بيعمل ريز هاند اهو، اتفضل باشمهندس سامح، مفيش مشكله خالص. السلام عليكم الجميع، واولا بارك الله في حضرتك وفي علم حضرتك يا دكتور والقائمين كلهم على بيماريبيا وكل اللي بيقدم العلم ده. ثانيا انا كان سؤالي ان هو انا عشان احدد تكلفه المتر الطولي مثلا، المثال اللي معانا بتاع الكاب، انا كنت بسال ان انا لازم احدد يعني الماتيريال والماشينري اللي كل عنصر داخل في المتر الطولي ده، بمعنى المثال بتاع الثمان طوبات المفروض انا هحتاج مثلا المتر الطولي بتاع الكابل
8 طوبات للمتر الطولي مثلا يعني، فانا محتاج احدد ان تكلفه النقل بتاع الطوبه دي، الثمان طوبات دول او ال1000 طوبه مثلا في المعدل، هحتاج 8 منهم هيكلفوني كذا وكذا بقى في الحفر برضه، هعمل بريك داون زي ما حضرتك قلت للحفر لوحده بالماشينري بالظبط يعني، فانا بعمل بريك داون لكل عنصر للعنصر اللي انا اصلا بسعره يعني. ده اللي انا فهمته، هل ده صح ولا غلط؟ صح، لا صح كده، ما انت يعني المعادله صح. يعني انا في الحسابات بتاعتي لو انا يعني هي تتاخد، يا اما انت بتحسب يعني مثلا ال 1000 متر دول محتاجين مثلا عاده 5 طوبات في المتر، عشان الطوبه 20 سم مثلا، لو انا مثلا في اسكندريه او في حته الطوبه بتاعتها 20 سم، وهحسب لها هالك مثلا كذا 10% ولا حاجه، يبقى هحسب للتوتال للايه لل 1000 متر خلاص بالهالك بكل حاجه، واروح ايه اقسم الناتج ده على ال 1000 تاني خلاص، وبعدين احسب النقل كله، انا حالي الوسيط ده كله بكام، واروح اقسمه برضو على ال 1000 متر خلاص، على المعدات كام، واقسم يعني باخد التوتال واقسمه. يعني في حاجات، ما انت يعني انت هقول لك يعني انت كمصنعي يعني، ما انت بتحسب مثلا الصنايعي او العامل هيفرد لك مثلا كل يوم مثلا في الطول مثلا 1000 طوبه او 1500 طوبه، يبقى ال 1000 متر عايزين كام يوميه؟ 7 يوميات او 8 يوميات، ال 100 بكام؟ ب 150 جنيه، يبقى ال 8 يوميات دول في 150 يعمل 1200 جنيه، 1200 جنيه على ال 1000 يبقى انت عندك ايه؟ يبقى ال 1000 يبقى ال 1500 جنيه دولت على ال 1000 يبقى المتر يكلف كام؟ يكلف متر جنيه ونص، يبقى انا احط سعر جنيه ونص. واخد بالك؟ يعني تيجي كده تيجي من هنا تمشي الحال، يعني الموضوع يعني اصله يعني بسيط يعني ما فيهوش، ماشي الحال؟ تمام يا دكتور حضرتك. طب معلش انا بعتذر، سؤال تاني سريع، انا في المثال بتاعنا ده مش سؤال، احنا كنا يعني خلي بالكم احنا بنسعد بالمناقشات دي، يعني كفايه ان احنا مش شايفين بعض، يعني انا في المحاضرات بحب ان انا يعني ايه بالعكس بنتكلم ونقوم يعني بيبقى في حريه، يعني انا ما بسميهاش محاضره بسميها لقاءات، يعني هذا بقول لهم اللي عاوز يقول والله هو بيحتاج شرف لينا والله يا دكتور. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك يا باشمهندس، اؤمر اؤمرني. ربنا يعزك ويزيدك فن. في المثال بتاعنا ده دكتور، هو انا في بعد ما احنا خلصنا التحليل وعملنا الايكويجنز والحاجات دي، طلع ان انا متاخر تايم اوفر ران، وفي نفس الوقت انا يعني بادجت وايز انا مش خسران، او انا يعني طالع بالموجب بمعنى صح. انا هل في يعني هل في كده انا كتايم وايز انا متاخر، فلازم يعني كسير المشروع كده انا متاخر ولا متقدم؟ انا من الناحيه الماليه انا مش خسران، بس في نفس الوقت انا كتايم وايز انا متاخر، هعمل كوركشن اكشن بعد كده في المستقبل عشان ازود. صح، البرودكتيفيتي بتاعتي مش مظبوطه، ممكن في اول المشروع بتلاقي برضو اللي هو اللي بيسموه الليرنينج كيرف، يعني الناس اللي بتشتغل بيبقى معدلاتها في الاول قليله، انت عارف طبعا الموضوع ده، يعني انت في اي مشروع في الاول خالص بتبقى الليرنينج كيرف، الناس مش واخده على المكان، مش واخده على الشغل، زي ما بقول، فاللي بينتج مثلا اللي متعودين انه ينتج مثلا 100 متر مسطح في حاجه هتلاقيه بيعمل 70 80، بعد كده لما بيشتغل بيوصل لل 100 بتاعته او ممكن تزيد كمان، اي ده دي الليرنينج كيرف بقى اللي هو الواحد بيكسبه وهو ماشي، فانت دي هتشوف بقى يعني تشوف يعني انت هتتصرف فيها ازاي بحيث ان انت ما تاثرش على الكوست، لان احنا ممكن تكون الجاري اللي انت يعني انت ممكن تكون انت جاريت جاريه اثرت لك على الكوست بتاعك، يعني ده العكس بقى، يعني انت دلوقتي انت احنا طلعنا ان احنا متاخرين لكن الكوست بتاعنا كويس، ففي الحاله دي انت ممكن تصلح بقى. مظبوط مظبوط، ممكن تصلح، انت فاهم قصدي ازاي؟ ان انت كسبان ومشكلتي في التايم. كان ممكن العكس. مظبوط. كان ممكن اون تايم بس صارف اكتر.
يبقى انا في ايه؟ ابتدي ادرس بقى الليرنينج كيرف، او اشوف مثلا المعادلات شكلها ايه، او اعيد طريقتي في التشغيل، بدل ما بشغل العمل باليوميه اشغله بالمتر وهكذا. يعني دي انا بقى الخبره بقى. فهمت حضرتك من ناحيه ان انا يعني هي كافه، انا لو متوازنه يبقى انا ماشي وقت مع بادجت وايز، خلاص انا ماشي الاثنين متساويين. لكن هي الفكره ان انا لو متاخر فاعمل كوركشن اكشن، ازود الريسورسز بتاعتي مثلا عشان ازود اقلل الوقت او ايه اعوض الوقت اللي راح. لو العكس انا خسران في فلوس بس الوقت، يعني انا عملت قفزه ما كانش ليها لازمه، جرتني في الوقت لكن نفس الوقت خسرتني في الفلوس، فانا يعني اللي هو ايه بول باك زي ما بيقول. بالظبط. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، وانا سعيد جدا اني عملت وخلصت بصراحه. حبيبي ربنا يبارك فيكم، ان شاء الله اللي جاي كمان احسن باذن الله تعالى. الحاجات اللي جايه يعني دايما بحس ان شاء الله. طب في اي سؤال، اي في اي حد في سؤال يا باشمهندس دكتور، من باشمهندس مش هيقدر يتكلم معلش، فبيقول السؤال عن الاسواق، اسعار الاسواق الثابته، لو في يعني اي حضرتك ايه فيها؟ مش فاهم يعني ايه الاسواق الثابته. يعني السعر السوق لما يبقى ثابت ايه راي حضرتك فيه؟ يعني هل هيبقى ده كويس مشروع ولا ضده ولا عادي مش هياثر على المشروع؟ لا بالعكس، اصل ده كلام ايديال. يعني لو انا يعني عامل سعر من الاول خالص والسعر ثابت، ده تبقى الدنيا، ده انا ده ابقى عايش في الجنه. يعني فاهم قصدي ازاي؟ ان انا اللي انا مخططه مفيش ريسك، يعني اللي انا مخططه عملته، واخد بالك ازاي؟ انما دي طبعا ما بتحصلش. ده بالعكس، ده واحدة عادة يعني دي دايما برضو، دي برضو أحد أنواع المكسب اللي بيعمله المقاول، إن أنت وأنت بتدرس المشروع بتاعك عادي، قبل بقى ما نحط ما ندخل ريسك أو نتكلم، بتفق مثلا أنا عندي مشروع كذا كذا يا فلان، أنت مثلا هتورد لي كذا، بكام التوريد؟ فاللي بيديني التوريد ده بيديني السعر اللي هو السعر العادي اللي بيبيع بيه مثلا. خلاص، لو السعر ثابت وجا وقت التنفيذ يقول لي مثلا سي 100 جنيه مثلا، واحنا بننفذ نتناقش بقى شويه نوصل ال 100 دي مثلا ل 95، نوصل لها 96، نوصل لها 97، يبقى في ايه؟ حته كده خلاص. انت عارف المثل الفلاحي بيقول لك ايه؟ وقت الكاش الغالي يبقى ببلاش. يعني انك بنخطط عشان نعمل، احنا مع بعضنا دلوقتي دي علاقتك بقى بالناس وعلاقتك بالبتاع. والحقيقه التجربه اللي انا شفتها كانت حلوه جدا، واعتقد كان في شركه في دبي، الشركه اعتقد كانت شركه لبنانيه يعني، كانوا بيعملوا دي. شركه الحقيقه كانت كويسه قوي، لو انها يعني ايه اخطات اخطاء جسيمه بعد كده، يعني الله يسامحكم بقى. هو يا دكتور كان يقصد ان اسواق الاسعار الثابته، يعني ان هو ده نوع عقد للمقاول، مش حسب ما فهمت يعني. يعني عقد المقاول، عقد مثبت السعر. ما اصل المقاول الحاجه يقدر يثبتها، هو برضه بيعمل ريسك. خلي بالك يعني حتى مقاول المصنعيات بيعمل ريسك لنفسه، يعني ما ممكن تغلى منه. يعني فاهم قصدي؟ يعني انا عامل حسابي مثلا يا فندم، تقريبا الباشمهندس يقصد عكس الفيكسد فيه. لا، الفيكسد فيه ده موضوع تاني. الفيكسد فيه ده ان انا بتعمل كوست وبديله فيه ثابته عليه بصرف النظر بقى يعني رينج، بنقول الكوست برايس بتاع اللي انت هتكلفه ككوست المشروع ده هيتكلفنا مثلا 10 مليون جنيه. خلاص، تكلفه فعليه حاسبينها وحاطينها وشايك على التكلفه دي. خلاص، هتكلفني المبلغ ده، انت ليك فيكسد فيه ال 10 دولار، هدي لك 2 مثلا، واخد بالك؟ ده الفيكسد فيه. انت فاهم قصدي ازاي؟ في بند تاني ممكن تقول لك ايه، هتنفذه بالسعر ده في مده اقل، الاثنين دي هتبقى 2.5، ده اللي فيه الانسنتيف. يعني هو تمام، يقصد الفيكسد فيه فعلا.
طب حضرتك رأيك إيه فيه؟ يعني في الفيكسد فيه ده، حضرتك إيه رأيك في العقد ده، في نوع العقود ده؟ والله هو كل واحد له اي حاجه في الدنيا لها مميزات ولها مساوئ، خلي بالك، لان هو الاساس في المواضيع كلها ايه؟ الريسك مانجمنت. الريسك يعني مين اللي هياخد الفائده بتاعت الريسك؟ انت كمقاول ولا ساكن فيطر بتاعك ولا المالك؟ مين يعني، فاهم قصدي ازاي؟ عشان كده هو المقاول دايما بيبقى يعني ايه في الحسابات بتاعته الريسك هو بياخده. والا بقول لك يعني انت حاول انزل كده على النت، اعتقد هو عندنا هنا اللي هو الكونستراكتنج تيم، يعني نبقى نعمله حتى برزنتيشن اللي هو الراجل اثبت فعلا ده الكلام ده في التسعينات من القرن الماضي، يعني 1900 وحاجه و80 و90 قعد يدرس الموضوع ده يمكن مش اقل من سنتين ثلاثه، واتطبق بعد كده ونجح في انجلترا، اللي هو الكونستراكتنج تيم سير مايكل لاتام، فاهم ازاي؟ حابب اشوفه وممكن ابعت لكم اللينك بتاعه لاي حد يحضر. هتلاقي ان الريسك لما بيتنقل للفيرست بارتي اللي هو المالك، المشروع بيقل سعره مش عارف 30%، ده مش كلام خيال، ده كلام حقيقي. ماشي الحال؟ تمام يا دكتور، تمام. في واضح سؤال يا من باشمهندس محمود؟ الباشمهندس، تمام. مهندس في مين؟ سؤال من باشمهندس روماني، مهندس مين؟ روماني، باشمهندس روماني. روماني، كان بيسأل يا روماني، دكتور، مش روماني ده غلط، ده كان بيسأل يا دكتور، طب ما لا تخليه يتكلم المشكلة هو، بقى الأضعف كان. طب باشمهندس روماني، حابب هو حضرتك مش عاوز يتكلم. تتعامل معاه. اعمل انيود لشانس روماني عايز يسمع صوتك، ده انت يعني بيت من يعني الاعمده بتاعت اللقاءات بتاعتنا يا باشمهندس شانس روماني. طب اعتذر يا خلاص، دكتور، لو هو مفيش محرج مايك. خلاص ما تغلطش. طب ما فيش مكتب، السؤال بتاعه ايه؟ تكلفة المشكلة بتاعت قطع الكابل، لما كان مصر روماني سأل قبل كده، لو قطع للكابل من السب كونتراكتور بيبقى فيه غرامة تكلفة عن العطلة الموجودة للمكان. دقيقة واحدة، أنت بتركب دلوقتي؟ أنت بتركب يعني تمام. أي حد يتسبب في المشكلة هو اللي بيشيلها. طب ما المشكلة افرض إن أنا، ما افرض إن أنا دي هشتغل مع بعض يا فندم، كنت بقول لحضرتك، يعني لو المشكلة أنا اللي أنت الغرامة دي، الغرامة دي هتزود الجدول ازاي، وتتحقق على كل يا متر حبيبي ولا على المجموع؟ الغرامة هتتزود الجدول اللي حضرتك عملته، اللي هو الجدول بتاع التسعير، هتتزود في الجدول ازاي، وازاي تتحسب على كل متر ولا على المجموع دي؟ هو عادة يعني لو حصل ايه؟ لو حصل تأخير عادة بيبقى، لو هي حاجة يعني دي ده موضوع جميل برضو على فكرة، وعايز تفاصيل. يعني افرض ان انت بتعمل مشروع خلاص واتأخرت فيه، لو انت بتعمل مثلا مجموعة عمارات مثلا، يعني مثلا واتأخرت مثلا في عمارتين من 10 خلاص، بتبقى الغرامة على اللي انت متأخر فيه. يعني لو انت سلمت 8، او لو انت جاهز بالتسليم ل 8 ومتاخر في 2 خلاص، تسلم ال 8 ويبقى غرامتك على المتبقي لو يقدر الاستخدام ده، بكلمك على الاقرب مثال يعني، فاهم قصدي ازاي؟ لو انت يقدر يستخدم الجزء اللي هو المنتهي، يبقى انت الغرامه بتاعتك على ما يتبقى. انا بكلمك على رفيع شويه في موضوع الكليمز، انت فاهم ازاي؟ في ناس بتفتري بقى، بتقول لك لا ده انا اعمل غرامه على الكل، يعني فاهم ازاي؟ انما ممكن يخش بقى في اربيتريشن وفي كليم ويرجعها لكده. فدي تعتمد على الحال، يعني انت بتتكلم على الحال اللي احنا بنتكلم عليها دي، ولا ان جنرال شانس روماني؟ يعني لا، هو تمام، بيتكلم الحالة دي بس. الحال اللي احنا فيها دي، لو الكابل ده انا كمقاول، انا اللي قطعته او انا اللي سببت في اي حاجه، يبقى دي انا اللي اشيلها. لو هو اللي سبب فيها هو اللي يشيلها،
خلاص يعني على المتسبب، لان برضو العلاقه بينك كمقاول وبين مقاول البطن بتاعك ما هياش علاقه ذبح، فاهمني ازاي؟ لو تقدر انت تقدر تشيل معاه جزء او حاجه، يعني انت بتتكلم بالظبط على واحد وابنه، خلي بالك لان في ايثكس في كل حاجه، فاهمني يا باشمهندس محمود؟ انا مش بتكلم دلوقتي مالك ومقاول، علاقه مالك ومقاول غير مقاول بمقاول البطن بتاعه. مقاول البطن اسمه انا، مقاول البطن بتاعي انا. لو هو العادي خالص على المتسبب، هو اللي تسبب في الموضوع، هو يشيله خلاص. لقيت ان هو مثلا كويس ضعيف، ما يعني اسعاره مثلا مش قد كده، او اقدر ان انا مثلا اسامحه فيها اشيلها له مثلا المره دي، اشيلها له بنفسي مثلا المره دي. انما القانون او العرف ان اللي عمل حاجه هو اللي بيشيلها. الايثكس يعني يا دكتور حضرتك تقصد كده؟ فندم بس يا دكتور حضرتك تقصد في الايثكس نفسها ممكن التسامح ما بيني وما بين المقاول الباطن، ان انا هو باسمي فانا بحاول ان انا اساعده برضه بس مش لوحده. بالظبط، يعني الجزء العلمي العملي، واخد بالها واخد بالك ان عمل حاجه هيشيلها. انما انا دلوقتي، انما المقاول الباطن ما هواش طرف، ما هواش طرف ضدي او طرف انا يعني، فاهم قصدي ازاي؟ اللي اقدر اساعد بيه اساعده بيه. ده خلي بالك من حاجه، ده في ما هو اخطر، يعني الاستشاري اللي هو، ودي نقطة يعني الكالتشر بتاعتها للأسف ما هياش مش منتشرة قوي، يعني مش منتشرة قوي في عالمنا. بلاش أنا ما نتكلم في الكلام اللي مش حلو ده، لكن الاستشاري بياخد فلوسه من الملك، لكن هو مش عشان يظلم المقاول، الاستشاري ده قاضي. يعني أنت في أي ملك بيجي يعمل إيه؟ يقول له يا استشاري، يا استشاري مثلا شوف لي الموضوع ده، يقوم الاستشاري حصلت مشكله او كليم او اي حاجه من المطالبه من المقاول، يقوم الاستشاري بقى يعتقد ان هو هيجامل المالك، لو بيطلب فلوس يديه فلوس اقل او يفصله، لو بيطلب وقت يفصله برضه، عشان ايه؟ بدون وجه حق، يعني يكون حاجه من حق المقاول وما ادهالوش. ده لا ايثيكلي ولا شرعي ولا اي حاجه. بس هي المشكله فين بقى؟ ان الاستشاري اللي بيعمل كده بيبقى بيغالط نفسه وبيغالط ضميره عشان ايه؟ يكسب، فاكر ان هو كده بيكسب المالك وبيساعده. لا، اللي بيعمل كده لا بيكسب المالك ولا بيساعده. ليه؟ لان احنا كلنا بشر، خلي بالك. حتى كان زمان كان في مثل يقول لك ايه؟ لو شركه مقاولات مش يعني لو صاحب الشركه مش كويس مش هيعين عنده غير الكويس. يعني انت سمعتك انت كاندبندنت كمهندس او كمقاول باطن او كمورد او اي حاجه، هي دي اللي انت بتحافظ عليها، ده الايثكس، فاهم ازاي؟ كعلاقه شغل انا بالنسبه لي المقاول والمقاول الباطن دول حته واحده، ده جروب بتاعي انا. لو حاليه هيخسر خساره هتاثر عليه او هتاثر على يعني، ولو حلها مش هيأثر عليا كتير، لان يعني طبعا انا الـ يعني كلكم براعي وكل مسؤول عن رعيته، يعني اول باطن ده واحد من رعيتي فانا ما اخسروش، واخد بالك يا باشمهندس محمود؟ دكتور تمام، وضحت كده. طيب سؤال تاني يا دكتور من باشمهندس سليماني برضو. لو حصل عطل بسبب او تاخير، يعني بسبب طار او رياح او ايا كان ظروف مثلا حصلت، دي هتتحسب كتير ولا خساره ولا ايه؟ والعمال تاخد يومين؟ هقول لك على حاجه، دي المفروض لما بتبقى حاجه، هو في دي لها شقين. اولا، ودي الحاجه اللي برضه ناس كتير بتهملها ودي مش كويس، انك لازم كل يوم بتعمل ديلي ريبورت، يعني تقرير يومي، وبيروح للمالك بايه؟ بالموقع فيه ايه؟ خلاص؟ اليوم اللي بيبقى فيه امطار والكلام ده كله من اول لاخره، لو هو اصلا معروف ان دي فتره اللي هي نوات، يعني في فترات نوات المفروض تتحط في الحسبان،
يعني احنا مثلا عارفين ان احنا النواه مثلا بتبتدي في ديسمبر، ديسمبر يناير فبراير مثلا مارس، بقى في امطار بيبقى في كلام ده كله، اخد دي ميرلي ثابته تقريبا. المفروض انا كمقاول اعمل حسابي ان انا ما يبقاش عندي شغل في الخارج في الفترات دي. خلاص؟ دي بقى بتبقى ايه؟ في الديلي ريبورت ما انا ممكن ما تحصلش. يعني ممكن تحصل ممكن ما تحصلش. فلو حصلت في الاعراف ان لو هي نوى ومعروفه وكنت تقدر تقيمها وتقدرها مش هيعوضك عن الـ عن الـ عن الفلوس. انت فاهم قصدي ازاي؟ ومش هيعوضك عليها لان انت المفروض تعمل حسابك فيها. انما لو هي حاجه زي ما حصل السنه دي حصل حاجات كانت بره بجدول النمط خالص. فدي بتتحط في الريبورت وبتعمل بقى مذكره صغيره ان دي حاجه غير وارده وما كانش حد عارفها، ودي تتحط في الحسبان بقى ما بينك وما بين المالك. تمام. فمبادرة اصل دي ما بتبقاش مده كبيره، يعني يوم يومين ثلاث ايام، فدي بتتلحق وبتتعامل مع بعض. يعني احنا لما احنا ممكن نتكلم في حاجه اسمها الفورس ماجور، يعني لو قامت حرب مثلا، لو قام زلزال، لو قام مثلا بركان، لو قام عواصف بقى يعني اللي هي يعني تسونامي بتاع الحاجات دي كلها اخرها، دي فورس ماجور يعني. انما الحاجات العاديه دي عاده اي مهندس في الدنيا قديم شويه او موجوده، انت لو دخلت على النت قلت جدول النواة السنه دي هتلاقي جدول طالع لك مكتوب فيه ايام ايه ممطره، ايام ايه فيها ارياح، ايام ايه حرارة، أيام إيه يعني موجود الكلام ده يعني. طيب يا دكتور، نزود المشاكل سواء تأخيرات أو غرامات والأجور إزاي في الجدول التكاليف إزاي؟ يعني إيه نزود زي ما هي هتتحط هتتحط كتوتال كوست، هتتحط كتوتال كوست مش ككوست برينت يا فندم. ما فيش عندنا يونت هنا، مش يونت مثلا، ولا احطها كتوتال كوست؟ لا هتتحط توتال كوست، هتتحط في التوتال كوست. وانت دلوقتي انت المفروض وانت اصلا بتدرس عامل حسابك ان في مثلا نواه، مثلا اذا جيت يوم النواه وجيت تشتغل ما عملتش دي غلطتك، ده ريسك من انواع الريسك. ما دي خلي بالك، ما دي برضه يعني دراسه الريسك برضه داخل فيها الكلام ده، خلي بالك. فاهم قصدي ازاي؟ انا عندي حسابنا ان ايام النواد دي مش هشتغل فيها مثلا، لو اشتغلت فيها هيبقى السعر بتاعي عالي. ما دي احد انواع الريسك مانجمنت اللي معايا، واخد بالك ازاي؟ فدي لو انا جبت واحد والظروف الجويه ما خلتوش يشتغل، هو ماله؟ هو لازم ياخد فلوس، انا مش هديله فلوسه، انا بديله بتاع، لو فاهم قصدي ازاي؟ فلازم طبعا تتحط من ضمن الكوست، وانا بعمل حسابي بعد كده في الكوست ان انا يعني ايه اعوضها، بتتعوض بتتعمل بشكل او باخر، بشكل او باخر، ان مثلا يزيد مثلا المعدل شويه، الريت بتاع الشغل يزيد، يعني يزداد الريت بتاع الشغل يعني، واخد بالك؟ بس تمام يا دكتور. طيب في سؤال يا دكتور، يعني لو حد عايز يعرف تفاصيل اكتر عن البنود، تفاصيل العماله، تفاصيل المواد، المعدات، الايام، ده كله، يعني حضرتك تنصح ببي دي اف مثلا معين او كتاب معين يكون وافي للغرض؟ هو في حاجات كتير، في حاجات كتير في، يعني ده انا اذكر في الـ في الـ في اخر السبعينات انا كنت بعمل فندق شيراتون الممتاز هنا في اسكندريه، كان الالمان معاهم ريفرنسز لكل حاجه، يعني اللودر الفلاني الرقم كذا مع كفاءه كذا بينتج في اليوم كذا، الحفار كذا بينتج كذا بيعمل كذا، الونش يعني كل حاجه لها ريت، وريت محطوط كوانتيتي وكوست. انا فاكر كده رفس كده شفتها بعيني، يعني مع المان الحقيقه كانوا بيشتغلوا معايا، كانوا مقاولين معانا. فده موجود هنا في مصر برضو، في كتب كتير فيها هذا الكلام. الأحسن من ده كله إن أنت كشركة بتعمل هذا الكلام، بتعمله أنت بنفسك،
لان انت عندك طبعا نوعيه عملتك اللي بتشتغل معاك، المعدات اللي عندك، الاماكن اللي انت بتشتغل فيها، بتقدر تعمل لنفسك داتا بيز. وعشان كده دلوقتي يعني دي الحاجه اللي انا بدات اقولها في محاضراتنا، اللي بدات يعني ادي الكلام ده بعمق بقى من اوائل الالفينات، يعني من سنه 2000 كده بعد ما خدت السيرتيفيكيشن بتاع مدير مشروع دولي. كنت دايما بقول لهم ان اهم ريسورس داخل علينا، ده الكلام ده كانش لسه الدنيا زي دلوقتي، اللي هو الايه الاي تي انفورميشن تكنولوجي. اللي عنده انفورميشن تكنولوجي قوي هيقدر يعمل استيميشن لاي حاجه، هيقدر يعمل داتا بيز لاي حاجه عنده، بحيث ان اي يعني انت ولما تيجي تبص في الايه في زي ما بنتكلم على الايه على البروجكت فيزز، اخر فيز في البروجكت ايه؟ فاينل هاندنج اوفر اند بوست ايفالويشن. فاهم ازاي؟ اللي هو بتستسلم مشروع النهائي للمشروع، والايه والبروجكت ايفالويشن بتاع كل حاجه بقى، الكوست والبرودكتيفيتي والكلام ده كله من اول لاخره. ماشي الحال؟ الكلام ده اعتقد في البيم اللي يعرف بيم بقى دلوقتي، انا نفسي اتعلم بيم على فكره يا محمود، شد حيلك كده وشوف لنا ريفرنس كويس واتفق مع الباشمهندس عمر، عايزين ندرس كويس تخش فيه شويه. انك يبقى عندك ريفرنس ليك، ان انت لما يجي لك مشروع تاني مماثل او بنود مماثله او اي حاجه مماثله، يبقى عندك الاسعار بتاعتك موجوده، الفلاني بكذا موجود عنده، البنود دي موجوده اوريدي عنده، العماله مثلا النجار بكذا، كل دي موجوده عنده، وفي كتب من زمان موجوده بعضها موجود عندي من زمان، بس ما اقدرش اخد الاسعار بتاع زمان دلوقتي، لان احنا في يوم من الايام كنا بنعمل متر خرسانه ب 15 جنيه متر خرسانه كامل. يعني انا جات لي فكره مره ان انا اجيب لكم شويه بريك داون للكوستنج بتاع مثلا السكنات، يعني انت مش متخيل مش متخيل، يعني خلصان مصلحك 14 15 جنيه في الاساسات مثلا، الاسمنت كان مثلا ب 5 جنيه ونص العادي، كان دي ب 7 اشتريه ب 9 جنيه 9 جنيه طن، فطبعا فروقات كبيره جدا. كان الرغيف ابو جنيه دلوقتي ايام السنه كان بتعريفه، يعني معلش الكلام ده بيقولوا العواجيز بس، انا مش عاوز ولا حاجه خلي بالك يعني. بس يعني طبعا يعني الظروف الحاليه دلوقتي بيبقى عندك انت بتعمل الداتا بيس بتاعتك، وفي كل مشروع بقى بتشوف بتقارن بقى بتشوف، لان ده بتفرق لو انت بتعمل مشروع في اسكندريه غير ما انت بتعمل مشروع في القاهره، لما بتعمل مشروع في الصعيد غير ما بتعمل في الفلاحين، بيبقى في ايتمز بتزيد وايتم بتقل. يعني لو هتودي مهندس من اسكندريه مثلا لاي حته هيقلك لك كوست بتاعه، لو انت بتجيب عماله لو انت في الصعيد ومهندس مثلا من المنطقه بتبقى سعره اقل من لو تجيب واحد بقى وتسكنه وتاكله وتشربه، واخد بالك ازاي؟ لو انت مثلا العماله ممكن تكون مثلا في حته غاليه جدا، يعني هتجيب عمال مثلا، زمان كان في ترحيله مثلا بتيجي، يعني قصدي يعني ايه دي الفاكتورز دي فيها، ودي موجوده في برضه في الاناليسيس، يعني جيت في النص الاولاني من اللقاء بتاع النهارده اللي هو ازاي تحدد البروفيت بتاعك، موجوده العناصر، يعني لو نرجع تاني للمحاضرة اللي احنا نعملهم بنفسنا يا دكتور حضرتك كده مش كده؟ فندم؟ نعم. تقصد ان احنا نعمل الحاجه دي بايدينا احنا على اساس ان تبقى يعني عارفين السعر بتاعنا على حسب المكان على حسب التوقيت على حسب كل حاجه ونبدا نحدث عليها. لازم يبقى عندك داتا بيس. وفي كتب فيها في كتب فيها، بس غالبيه الكتب بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها المعدلات. يعني مثلا العامل يحفر في اليوم مثلا في الارض الرمليه مثلا 3 متر. مثلا العامل ينتج مثلا كم متر مسطح خرسانه في السقف، العامل يعمل كم متر مكعب خرسانه مثلا في الخرسانه العاديه،
هكذا. يعني غالبا بتبقى معدلات للعامل او معدلات للمكنه، انما الكوستنج دلوقتي بيختلف من يوم للتاني وبيختلف من بلد للتانيه، انما الريت اوف برودكشن ده ما انت منه هتقدر تعرف. يعني انا عندي العامل مثلا بقيت سي العامل عادي حفر يدوي 3 متر مثلا في 120 جنيه على 3 متر، يبقى المتر كلفني كام؟ 40 جنيه مثلا. 40 جنيه يعني مثلا في حته 120 جنيه، في حته هتلاقي العامل انت بتجيبه من لو انت شغال مثلا في العاصمه الاداريه او بتشتغل في الساحل الشمالي، هتجيب العامل بقى وتسكنه وتاكله وتشربه، هكلفك مثلا 200 جنيه في اليوم، على 3 متر دول هتلاقي المتر نط 6 جنيه. فاهم ازاي؟ يعني الاحسن انك تدرس البرودكشن بتاع العامل، البرودكشن مش الفلوس، خلاص. والكوستنج قبل ما تعمل الكوستنج بتدرس العامل في المنطقه دي بيوصل لكام، تقسمه بقى وتعرف الموضوع ده. ده انا بكلمك عن تجارب يعني. تمام. برضه برشح لو الباشمهندس حابه تطلع على الكتاب مثلا او تاخد مرجع في كتاب الدكتور عبد الفتاح الاصل اللي حصل الكميات، انا هبعت الاسم برضه. ابعته على الجروبس برضه كمان. في كتب كتير، انا عندي كتب كتير قوي من زمان يعني موجوده عندي، موجوده اقدر ادور عليها في المكتبه وابعتها لكم. بس هو طبعا انت هتبقى اقدر انا اشيل لو بي دي اف لو في اي حاجه وعثرنا كلنا ولينا وليا كمان، يعني احنا كلنا بنتعلم يعني. اكيد باذن الله هبعته على الجروب بتاع الواتس باذن الله، على الجروبين بتوع بس مش حاضر دلوقتي عشان بس المحاضره يعني. لا ماشي يعني مع بعضنا اي حاجه تنفع، وانا من ناحيتي برضو اي حاجه يعني. بس انا يعني هظبط حاجات كتير قوي، هنبعت مراجع وهنبعت حاجات كتير جدا ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام. باشمهندس العزازي بيسأل حضرتك يا دكتور، قص العقد بتاع الكوست بلس في، هل يحسب المكسب على تكلفة العمالة والإشراف فقط ولا محسبهم أيضا على التكلفة الفعلية للمواد؟ لا، التكلفة الفعلية لكل حاجة، الكوست بلس الكوست بلس على كل حاجة، على كل حاجة. لو اشترى إزازة دواء لواحد عامل حادثة عنده في الموقع، لو 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 مثلا يوم الدنيا شتيت مثلا واضطر بدل ما يروح العمال مثلا في اتوبيس جاب لهم عربيات صغيره، كل حاجه الكوست بلس ده كما صرف يتاخد. السلام عليكم يا دكتور. الناس فاكره ان العقد كوست بلس ده. السلام عليكم، مين حضرتك؟ سلام دكتور حسين، جزاك الله خير، ربنا يبارك في حضرتك. والله انا متابع حضرتك من زمان ومتشكرين جدا ومتابعين حضرتك معانا والله يا دكتور، جزاك الله خيرا. الشرف باسم حضرتك. ايمن العزاز يا دكتور. ايمن العزاز، مهندس مدني. اهلا بيك. اهلا باشمهندس ايمن، اهلا بحضرتك يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك. بس سمعت كنت بسال حضرتك بس في عقود الكوست بلس بخصوص التكلفه، هل هو بيتم حسابها على الاشراف فقط كمان باور او سوبرفيجن مهندسين، ولا مثلا كمواد مثلا سي ماتريال انا هجيب مثلا بانل بورد مثلا تكلفتها سي اكس مثلا 100 جنيه، هل هيتم احتساب الكوست بلس على ثمن البانل بورد نفسها ولا هيتم الاحتساب على العماله؟ الحساب على كل حاجه، على كل حاجه، على كل حاجه، على كل حاجه بتتصرف في المشروع. طب والبروجريس في الحاله دي بتحسب بناء على ايه؟ بيبقى نسبه انجاز شهريا ولا بيبقى زي البي كيو العاديه؟ البروجريس؟ البروجريس يعني انا دلوقتي المفروض المقاول ما بيبقى من مصلحته ان هو اي تكلفه هيحطها هياخد عليها كوست بلس. هل بيبقى مقيد بمده معينه ان هو يحقق فيها تارجت او نسبه انجاز معين شهريا؟ خلي بالك، ما هو الكوست بلس ده لو تايم، خلي بالك. يعني عقد الكوست بلس ده له وقت، له تايم سكيدول، التايم سكيدول ده بيتحط فيه الكوست بتاعك خلاص، وبيتعمل لك تمام، وبيتعمل اس كيرف، بناء على الاس كيرف بيتحط الاوردر فاليو. يعني انت معروف ان انت يوم في شهر كذا هتكون عامل الكميه كذا،
ككوست بقى خلاص. فده عادي يعني، ده يعني موضوع المتابعه او الكنترول ده ما يعتمدش على نوع العقد، يعتمد على البرنامج الزمني بتاعك. بس انت الكوست بقى بتدخله ليه؟ لان انت عشان تقيس فلوس بفلوس، يعني احنا قلنا الثلاث عناصر بتاعتنا ايه؟ البادجت كوست اوف ورك بيرفورم، الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم، والبادجت كوست اوف ورك ايه؟ اوف ورك سكيدولد. خلاص الثلاثه فاكتورز دول هم دول اللي بيحددوا لي الكوست اندكس، وبيحددوا لي الايه؟ السكيدول اندكس. ما لهمش علاقه بقى بنوعيه المشروع. انت فاهمني ازاي؟ انما الكوست بلس، الكوست بلس ده فيه انواع كتير من الكوست بلس، خلي بالك. وزي ما قلنا في كوست بلس فيز، في فيكسد فيز، في حاجات انواع كتير لما تراجع الكلام اللي احنا فيه يعني. تمام يا دكتور وصل، متشكر جدا لحضرتك، جزاك الله خيرا يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك حبيبي، تحت امرك، ربنا يبارك في حضرتك، متشكرين جدا. تحت امرك حبيبي، العفو عليك. باشمهندس محمود. مع حضرتك يا دكتور. طب انا كان عندي سؤال يا دكتور بس لحضرتك. كنت حضرتك طلبت ان احنا نفكره بحاجه كده، الارن فاليو يا دكتور. لو انا دلوقتي عندي الارن فاليو، المفروض الحاله المثاليه الارن فاليو بتساوي البلاند فاليو، مش كده؟ او الارن فاليو، الارن فاليو نفسها تكون اكبر، مش كده؟ يعني البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد. ما احنا يعني بص انا هقول لك، احنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد بتاع، عشان اهو يعني احنا هنا هوريك بالظبط عشان بس ايه تبقى ايه تبقى معايا. او انت عندك الثلاثه فاكتورز بتاعتنا اللي هو بادجت كوست اوف ورك بيرفورمد، خلاص ده عباره عن ايه؟ اللي هي القيمه التقديريه للشغل اللي تم، خلاص. طيب وبعدين دي ايه؟ دي اللي هي الايه؟ الارن فاليو، خلاص. الارن فاليو البادجت كوست اوف ورك سكيدول، دي ايه؟ تمام. القيمه المقدره للشغل المخطط، دي الايه؟ دي بلان فاليو، دي البلان فاليو، خلاص. فانت ليه لما تيجي تقارن دي بقى، بتقارن ايه بقى؟ الورك بيرفورم على الورك سكيدول، فدي بتبان لك الايه؟ ال السكيدول اندكس، خلاص. ايوه بالظبط كده. دلوقتي انا دلوقتي لو انا سؤالي يا دكتور، هو لو انا دلوقتي على المخطط بتاع المشروع، عندي الارنت فاليو، الارنت فاليو اكبر من البلاند فاليو، اكبر، يبقى انا كده كسبان ولا خسران؟ لا دي واحده، البادجت كوست للورك بيرفورمد لازم تبقى اعلى من الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد لو انا كويس. يعني انا كان المفروض البادجت كوست ايه؟ كان المفروض اصرف مثلا 100,000 جنيه، خلاص الاكشوال بتاعي 90، يبقى انا ايه؟ يبقى انا كسبت. انا كده كسبت. يعني النسبه اللي هي اكتر يعني من الجاني اصغر، ده فوت اصغر عشان ابقى اكون كسبان، اكون كسر. لازم يبقى 1 بوينت حاجه، اقل حاجه ان هي نفس اللي انا عملته بادجيتنج هو اللي انا نفذته، دي تبقى 1، يبقى انا ايه؟ تمام. انا كسبان ولا انا خسران؟ يبقى انا في التايم بتاعي صح، مش كسبان ولا خسران، لا تمام، انا الكوست بتاعي مظبوط والسكيدول نفس القصه، ماشي الحال. انما 1 بوينت حاجه مش كويس، ودي تبان في المثال بتاعنا احنا لما جينا في الكوست كانت طلعت ايه؟ 1.1 الكوست اندكس. لما جينا في سكيت اندكس لقيناه كام؟ 0.9 حاجه كده. لا 0.9 حاجه، يبقى انا في عندي ايه؟ يبقى عندي اوفر ران،
خلاص يعني احنا تمام. حسبنا لقينا الاوفر ران لانها طلعت اقل من واحد، فلازم لو انا الكوست اندكس بتاعي اكبر من واحد يبقى انا الكوست بتاعي البادجت بتاعي اكبر من الـ من الـ من الاكشن خلاص، والتايم بتاعي يبقى احسن برضو اكتر من واحد لو انا البادجت كوست اوف ورك سكيدجول خلاص اعلى من الايه بادجت كوست اوف البادجت كوست اوف ايه اوف 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 ورك اوف بادجت بادجت كوست اوف ورك سكيدجول على بادجت كوست اوف تكون اكبر. تبقى اتفضل يا دكتور اتفضل. فتبقى اكبر يبقى يبقى انا وفي في دايره كده هنشرحها انا في 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 محاضره كامله على الايرن فاليو موجوده هنعرضها ان شاء الله باذن الله. النهارده بنتكلم على جنرال دي. هو كان سؤالي يا دكتور دلوقتي هو كان سؤالي دلوقتي يا دكتور دلوقتي انا الفاليو عندي اكبر من البلاند تمام والمفروض ان انا كده يعني الكوست بتاعي مش مظبوط، بس انا بس انا في الحقيقه كسبان يعني في الحقيقه الكوست بتاعي مظبوط. ما هو دي الكسبان دي تيجي امتى؟ لما انا البادجيتد كوست اوف ورك برفورمنس بتاعي البادجيت اللي انا عامله اعلى من اللي انا صرفته من الاكشن هيبقى 1 بوينت حاجه صح؟ يبقى انا كسبان زي ما حصل في بتاع بتاعنا النهارده. ولما يجي البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد البادجت كوست بتاع الورك بيرفورم بتاعي اعلى من الايه من البادجت كوست اوف ورك سكيدجول. فاهم قصدي؟ هو ده اللي انا اقصده يا دكتور. هو يعني دلوقتي الكوست يا حبيبي اندكس عندي الاكشوال كوست اندكس عندي اعلى من الوقت. بص يا محمود هما تو فاكتورز عندك السكيل بيرفورمنس اندكس عباره عن ايه؟ البادجتد كوست اوف ورك بيرفورم على البادجتد كوست اوف ورك سكيدجول. بادجتد ده والبادجتد ده. فلو البادجت بتاع الورك بيرفورم بتاعي اعلى من الـ من الـ من الـ من السكيدجول يبقى انا عملت شغل اكتر من الكاسكيدجول. ايوه بالظبط كده هذا اللي انا اقصده يا دكتور. انا عملت شغل اكتر تمام فانا بعمل بادجت بتاع ده على البادجت بتاع ده خلاص. فانا اللي انا عامل له الورك بيرفورم اللي انا عامله طلع اعلى من البادجت بتاع الورك سكيدجول يبقى انا كده ايه تمام اكتر من واحد يبقى انا كويس. ايوه بالظبط انا ماشي انا كتايم كسكيدول انا ماشي كويس ايوه وصرفت اكتر بس عشان انا السكيدول بتاعي سابق الجدول الزمني. بالظبط تمام. هو ده اللي انا اقصده يا دكتور. يعني في ساعات كده ايه الجدول الزمني مش بيتحدث اول باول فبالتالي الـ بيحصل مشكله ان انا بيبقى عندي صرفت زياده حاجات عملتها كان المفروض تتعمل في الاخر اللي هو اكتيفيتيز المفروض تتعمل في الاخر. لا انا هقول لك عملتها انا في البدايه. برافو عليك يا محمود. خلي بالك على فكره دي مشكله برضو مش كل الناس اللي بتبقى واخد بالها منها. يعني انا جاتني مره في مشروع كنت انا يعني كنت بورتفوليو مانجر يعني ومشروع من المشاريع كان بنك فلقيتهم جايبين لي ان اسمه ايه ده الايرنينج فاليو ان السكيدول بتاعهم ماشيين كويس قوي. فلما جيت ابص لقيتهم عملوا حاجه ما حطش الشغل بتاعه اللي هو لغايه الخط لقيته هو متاخر طول هنا لازم نخلي بالنا اللي بيشتغل في بلاننج يعمل حاجه يحسب الفاليوز اللي على كريتيكال باث. ليه بقى؟ انت ممكن في مشروع معين ما انتش ماشي مع السكيدول بتاعك مع الاكتيفيتيز اللي انت ماشي فيها. دي نقطه مهمه قوي خلي بالك دلوقتي يا معلم. انا ممكن اكون شغال شغل
انا عامله بدري عن وقته، انت فاهمني؟ يعني انا جيت مثلا بعمل فندق، بعمل اي حاجه، ودخلت اشتريت ماكينات كلها من هو اللي خدها، ودخلت عندي كفاليو، ككوست فاليو جوه اليوم اللي انا واقف عنده ده، خلاص. وانا مش مخلص الشغل لغايه هنا، انما الايرن فاليو عاليه معايا، يبقى يظهر لي ان انا متقدم، او ان انا الكوست بتاعي كويس، انما هو مش كويس ولا حاجه، لان انا ما عملتش الشغل اللي انا المفروض اعمله، انت فاهم قصدي؟ دي عايزه يعني، دي نقطه مهمه جدا، ودي في البراكتس يعني، مش لازم تاخد بالك منها. يعني اللي عايز يشتغل صح يشتغل على الكريتيكال باث بتاع البروجكت، ما يشتغلش على الكور بروجكت. الكريتيكال باث هو اللي بيحكم لك انت فين، انت الحقيقي بقى. يعني انت ممكن عندك، بص يا محمود، انت لو تيجي تعال على اي الموضوع اصل طويل شويه، مش عايز خلينا نناقشه يعني. هل الناس موافقه ان احنا نكمل الكلام كده ولا يعني مش عايز بس اعطل حد، مش عايز اعطل حد يعني. اللي عايز يمشي لو هتشرح يا دكتور في المحاضره يا فندم، لو هتشرح يا دكتور في المحاضره، لو حضرتك هتشرحه في محاضره جديده عن الايرنت فاليو مثلا، خلاص ممكن ناجله وافكر حضرتك بيه يعني. خليه في الايرنت فاليو، بس انا عايز اقول لك عليه حاجه. يعني انت ممكن لو انت دلوقتي انت بتيجي تعمل مونيتور، بتشد خط عند اليوم اللي انت عنده، خلاص. ممكن الخط ده انت لما شديته هتلاقي عندك كريتيكال اكتيفيتيز ما تنفذتش لسه، خلاص، كتير اكتيفيتيز ما تنفذتش، ومنفذ اكتيفيتيز بعد الخط ده، فهتلاقي الفاليو اللي انت عاملها توتال فاليو اعلى من ايه، من البادجت فاليو بتاعتك، فهيبان ان انت سابق او انت في معلق، انما لا، انت في حاجات انت بتاخر فيها. دي عايزه افكر فيها شويه كده يا محمود. انت مش تعمل برنامج زمني في اكتيفيتيز، هكلمك على البارت شارت العاديه خالص بتاعتك، انت فاهم قصدي ازاي؟ لو انا في البارت شارت اللي بشتغل بيها بشد خط كده، هلاقي في اكتيفيتيز مش خالصه على شمال في المده اللي فاتتني، في اكتيفيتيز ما اتعملتش معايا، وبعد الخط ده في الفيوتشر اكتيفيتي اللي طلعت في الفيوتشر انا نفذتها، ما هياش على كريتيكال باس، فدي هتعلي لي الفاليو بتاعتي اللي انا عملتها لغايه ساعتها، فهيبان لي ان انا متقدم، انما انا مش متقدم، لان انا عندي حاجات على كريتيكال باس ما اتنفذتش، ما وصلتش برضه يا محمود. ها دي عايزه وصلت يا دكتور، وصلت يعني انا مسابق بشغل ما هوش على كريتيكال باس، فيبان لي ان انا مش متقدم. فعشان كده دي انا لفت نظر ناس فيها يعني، طبعا كانت مش كده كده موجوده، وانا بصيت على الـ على الـ على السكيدول كان معمول بالبي 6، قلت لهم خلي بالكم انتوا هنا حاطين اكتيفيتيز لسه ما المفروض الايرلي ستارت بتاعها ما طلعش خالص، وزودتوه على الفاليو دي، فكان بتيجي تحسب الكوست اندكس بتاعك هتلاقي نفسك ماشي بكوست كويس، التايم هتلاقيك ماشي كويس، وانت مش ماشي كويس ولا حاجه، يعني انت اكتيفيتيز مش على كريتيكال باس، واخدها وضايفها عندك على هنا على الفاليوز. وضحت يا محمود ولا لسه؟ تمام يا دكتور، يعني اللي في الكريتيكال باس. ايوه، والناس مستوعبه واخده بالها ولا انا برضه يعني ايه؟ يعني ما شاء الله يا دكتور، يعني الشات عندي يا دكتور ما شاء الله، يعني كل الناس مستمتعه جدا يا دكتور، يعني تسلم الايادي يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك المحاضره الجايه. في باشمهندس وليد محتاج يعني محاضرات في الموضوع ده بالتفصيل، عشان ينزل لها عصاره خبرته في ميزان حسناته ان شاء الله كده. يعني يا دكتور الحضور ما شاء الله مستمتعين جدا يا دكتور، المحاضره بصراحه يعني قويه جدا جدا يعني. حبيبي ربنا يخليك، هو الموضوع خلي بالك، اصل انت زي ما قلنا ان انت عندك ثلاثة فاكتورز بيحكموا على نجاح مشروعك، اللي ايه؟ اولها الكوست والتايم والكواليتي. احنا اتكلمنا الكوست، يعني ايه فاضل لي بس شويه كده نتكلم على الايرنت فاليو والكلام ده كله من اخره. يبقى انت يعني
يعني ميرلي. وبعدين ميزه الكلام اللي انا بقوله ده كله ان ده اي حد عايز يعمل ام بي اي الكلام ده هيفيده، اي واحد عايز يعمل بي ام بي الكلام ده هيفيده جدا، اي واحد برنس 2 هيفيده جدا، اي واحد يدخل على الاي بي ام اي. انا اصلا ماشي بمنهج الاي بي ام اي، بس مش يعني ايه مش عايز اقول كده عشان بس بتوع الاي بي ام اي ما يزعلوش مننا يعني. يعني لو دخلت على المحاضره الاولانيه ان شاء الله في حاجات يعني كتير مجهزه يعني، ان شاء الله ربنا يقدرنا بس ونقدر ان احنا نوصل هذا الكلام.